بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا معكم في شرح السنوسية الكبرى عند قوله رضي الله تعالى عنه: ولا يرضى لعقائده، أي المكلف، ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد. مش كده شيخ مشاه؟ إلا ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. ده الإيه؟ ده المتن، متن السنوسية. بعد كده الشرح، في متن في شرح، المتن والشرح كلاهما لمين؟ لسيدنا الشيخ السنوسي. واللي تحت الخط هذه هي الحاشية عشان تعرف. طب فين المتن؟ اللي هو يكتب عنده صاد. فين الشرح؟ اللي هو شين. فين الحاشية؟ اللي بعد. خلاص، في حاجة ثانية؟ ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، فإنها في الآخرة غيره مخلصة عند كثير من المحققين. قوله ولا يرضى، لا يعترض على من أطلق للعلم أو من أطلق العلم، بأن الحاصل لا يطلب تحصيله، وإنما يطلب هنا الثبات عليه. قرأنا الكلام ده مش كده؟ قوله ولا يرضى، مش كده؟ قوله ولا يرضى فاعله ضميره يعود على البالغ. ولا يرضى أي إيه؟ أي البالغ. عشان المعطوفات قلنا صفحة كام؟ صفحة 14، اللي هو إيه؟ يعني كل بين الصفحات كله شرح. أما المتن في صفحة إيه؟ 14. عند قوله أول ما يجب ويسر الليل للكمال في الدارين أمري وأمرك، أن أول ما يجب ده كله في المتن. قبل كل شيء على من بلغ أن يحمل فكره. وبعدين إيه؟ ولا يرضى. خلاص كده؟ ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد. قوله ولا يرضى، الفاعل اللي هو المستتر يعود على ايه؟ على البالغ، وهو عطف على ان يعمل فكره، اي ويجب عليه ان يعمل فكره والا يرضى. يعني لا يرضى بأن يكون مقلدا، يعني يعمل فكره، يعني حتى إيه؟ ينظر النظر الصحيح الموصل إلى المعرفة. لا يرضى بأن يكون إيه؟ مقلدا، لأنه لا فرق بين مقلد إيه؟ بين بهيمة تقاد وبين مقلد ينقاد. فالإنسان لا يرضى هذا، لأنه أشرف وأكرم، والله تعالى يعني كرمه بالعقل وجعل عنده أهلية النظر، فكيف يرضى بأن يكون تابعا ومقلدا يساق كما تساق له الأنعام؟ فما يرضاش بها، لأنها درجة أخس مما أكرم الله تعالى به الإنسان وأعلى قدره بسبب كونه مفكرا وعاقلا. فكيف يرضى أن يلغي عقله ويلغي فكره ويتخذ هذه الحرفة الخسيسة؟ ولذلك إيه؟ قال عليها إيه؟ حرفة. آه
أي وجوب أصول، يعني واجب عليه أن لا يرضى، وهذا الوجوب وجوب أصول، يعني لأنه لو كان وجوب فروع لكان بتركه النظر آثما فقط، أما إذا كان الوجوب وجوب أصول فهو بترك النظر يكون كافرا أو بالتقليد لا يكون مؤمنا، فلا يكتفى بالتقليد أي في صحة الإيمان، ويحتمل أنه مستأنف، يعني ويحتمل يعني في قوله ولا يرضى هذا ليس إيه؟ ها؟ معطوف. ليس معطوفا، وإنما هو كلام مستأنف، خبر في اللفظ وإنشاء في المعنى، يعني هو في لفظه خبر وفي معناه إيه؟ إنشاء، والمراد النهي عن ذلك، يعني النهي عن أن يرضى لعقائده حرفة للتقليد، هذا هو المراد، على أنه إنشاء، أي إنه ينهى عن ذلك، أو أي إنه ينهى عن ذلك. وصل الشيخ قوله لعقائده، جمع عقيدة بمعنى معتقدة، يعني عقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، يبقى عقيدة يعني معتقدة، واللام بمعنى في، فين اللام؟ لعقائده، يعني ولا يرضى في عقائده. قوله حرفة التقليد، الإضافة للبيان، يعني لأن إضافة حرفة إلى التقليد، لأن التقليد هو الحرفة، يبقى الإضافة إيه؟ للبيان، خلاص؟ الإضافة للبيان، أطلق على التقليد حرفة لخسة مرتبة صاحبه، لأن الخسة شأن الحرفة أي الصنعة غالبا. قوله فإنها إلى آخره علة لقوله ولا يرضى، قوله في الآخرة أي لا في الدنيا، لأن المقلد في الدنيا يحسب من المؤمنين ويعامل معاملة المؤمنين وينكح ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين كده، وهل ندفنه في مقابر الكفار، في مقابر يهود، في مقابر النصارى، لكن ما فيش مقابر اسمها مقابر المقلدين، كان نروح ندفنه فيها، يعني حيعامل معاملة معاملة جيدا غير مخلصة، يعني في الآخرة، أما في الدنيا يحكم له بحسب الظاهر، وهو أنه مسلم، يعامل معاملة المسلمين في الزواج والطلاق والنكاح، ويعين حتى يعني في منصب ديني أو مفتي للديار أو شيخ مش مشكلة، كل ده ماشي، لأن الكلام هنا غير مخلصة، يعني فين؟ في الآخرة، أما في الدنيا ما تجري عليه أحكام المسلمين. يلا كده بعد كده مين اللي هيقرأ؟ مين؟ مصري ولا ماليزيا ولا شيء؟ ولا حد ثاني؟ اقرأ يا مولانا، نريد أن نسمع صوتك، أنا خشيت أن أقول لك فتكون ليس راغبا، فجبتها كده يعني بالمداراة. الشرح لا يعلم أن الحكم حادث، وانت هتسألني انت لسه بتحضر معنا، يعني لسه جاي جديد، اعلم شين اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح نفعنا الله بعلمه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا، والأول إما أن يكون لسبب، وأعني به والأول اللي هو إيه؟ أن يجد في نفسه اللي هو الجزم، نعم. إما أن يكون لسبب
وأعني به إما ضرورة أو برهانا أو لا، وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مرجوحا أو مساويا. يعني جزم وغير جزم، أقسام الجزم كام؟ اثنان، وأقسام غير الجزم ثلاث، يبقى الحكم الحادث ينشأ عن كام؟ خمس. كم؟ والأول إما أن يكون لسبب، وأعني به إما ضرورة أو برهانا أو لا. وأعني به يعني السبب. وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مرجوحا أو مساويا. غير الجزم يعني الظن، يعني بس الظن فيه راجح وفيه مرجوح، والمساوي يسمى الشك، والمرجوح هو الوهم، والراجح هو الظن. يلا. فأقسام الجزم اثنان وأقسام غير الجزم ثلاثة، ويسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة ويقينا. يسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة، يعني علما أو معرفة. ليه؟ بناء على ترادفهما، يعني على أن العلم والمعرفة مترادفا، سمته علم سمته معرفة بناء على أن العلم والمعرفة مترادفين. خلاص؟ نعم. لكن في من فرق بين العلم والمعرفة، لا مش مترادفين، العلم غير المعرفة، لكن الغالب أنهما مترادفان. ويسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة ويقينا، والثاني اعتقادا. الأول اللي هو ضرورة. الضرورة. خلاص، علم ومعرفة ويقين. والثاني اعتقاد. ويسمى الأول من أقسام غير الجزم ظنا، والثاني وهما، والثالث شكا. إذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة فالإجماع على بطلانه. يعني عندنا أقسام خمسة، فإن حصل الإيمان عن واحد من الأقسام الثلاثة اللي هي أقسام غير الجزم، يبقى الإجماع على بطلانه ولا يعتد به ولا بإيمانه. وإن حصل عن القسم الأول من قسمي الجزم وهو العلم فالإجماع على صحته، وأما القسم الثاني اللي هو الاعتقاد فينقسم إلى قسمين. خلينا واقفين عند الاعتقاد، ارجع لديه الحج. يلا. قوله أن الحكم الحادث المراد به هنا النسبة، وهي ربط المحمول بالموضوع إيجابا أو سلبا. وخرج بالحادث القديم وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فليس ناشئا عن واحد من هذه الخمسة. ارجع تاني عشان شغلت بحاجة تاني. قوله أن الحكم الحادث المراد به هنا النسبة في الحاشية تحت خمس. قوله أن الحكم الحادث المراد به هنا النسبة، يعني مثلا زي ما نقول العالم حادث، نسبة الحدوث إلى اعتقاد أنه حادث، أو الجزم بأنه حادث، أو الظن أو الشك، أو كل ده نسبة. وهي النسبة دي ربط المحمول بالموضوع، سواء كانت النسبة موجبة أو سالبة. يعني نقول زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد هنا موجبة، طب زيد ليس قائما، نسبة القيام إلى زيد سالبة، وقس على هذا. واضح؟ المراد به هنا النسبة، وهي ربط المحمول بالموضوع إيجابا أو سلبا. وخرج بالحادث القديم، يعني لما قال اعلم أن الحكم الحادث، يبقى خرج الحكم القديم. في حكم قديم هو الحكم الشرعي، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما.
يبقى هنا هذا الحكم ايه؟ هو كلام الله، وكلام الله تعالى ايه؟ قديم. يبقى كيف ينشأ؟ يبقى هنا ايه؟ القديم ليس هو خطاب الله المتعلق اللي هو الحكم الشرعي، ليس ناشئا، هن تعلقه تعلق الحكم بأفعال المكلفين. طبعا ايه؟ هو خطاب أزلي، هو متعلق في الأزل، والمكلفون لا وجود لهم. فالبعض قال ده تعلق ايه؟ تعلق مجازي مش حقيقي، انما هو تعلقه يعني الخطاب ده يسمى خطابا في الأزل حقيقة، باعتبار ايه؟ ان المكلفين لهم وجود في العلم. خلاص كده؟ يبقى هو خطاب حقيقة. وخرج بالحادث القديم وهو خطاب، وخرج بالحادث القديم. ايوه كيف كيف لو قلت بالحادث القديم كأنك جعلت الحادث على قسمين، حادث قديم وحادث حادث. وخرج بالحادث القديم وهو خطاب الله تعالى. جماعة العرب يحطوا ضمة، أما العجم عارفين. وخرج بالحادث القديم وهو خطاب الله، يعني الحكم المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. ويدخل في الطلب كام؟ أربعة. الإباحة ليس فيها طلب، الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فليس ناشئا عن واحد من هذه الخمسة، بل ليس ناشئا عن شيء اصلا. يعني هو اصلا لا نقول انه ليس ناشئا عن واحد من هذه الخمسة، بل هو غير ناشئ اصلا، لانه لا ينشأ الا الحادث. قوله وشك ووهم، ينشأ عن امور، قوله ينشأ عن امور، الأولى يتعلق به أمور. يعني بدل ما يقول أعلم أن الحادث ينشأ عن أمور، وأعلم أن الحادث يتعلق به أمور، لأن النسبة يتعلق بها أو يتعلق بها تلك الأمور. يعني الأولى بدل ما يقول ينشأ عن أمور يقول إيه؟ يتعلق به أمور. يبقى مولانا هو لما قال بقى النسبة في الأول، لما قال الحكم الحادث يفسره بالنسبة، المراد به هنا النسبة، النسبة خالية من الحكم، نسبة خالية من الجزم أو من الجزم أو عدم الجزم، يعني مجرد بس النسبة، تصور النسبة، إدراك النسبة، إدراك النسبة. وبعد كده بقى ينشأ بعد إدراك هذه النسبة، ينشأ بقى إما علم وإما ظن وإما يعني إذا كانت عن يقين حينشأ علم، إذا كانت عن كذا مظبوط. يبقى الحكم الحادث ينشأ، يعني الأولى أن يقول إيه؟ تتعلق به أمور خمسة، والتعلق ده زي ما بيقول الشيخ محمد إنه بعد إدراك النسبة نشوف النسبة دي على جهة أو على سبيل الجزم أو على غير الجزم، قلنا ينشأ من الجزم إيه؟ اثنان، ومن غير الجزم ثلاثة، نشوف النسبة دي جاية منين؟ جاي من علم ولا جاي من وهم ولا جاي من شك ولا إلى آخره، من واحد من الإيه؟ فمعنى كده اللي حيتعلق بالحكم كم أمر؟ خمسة إيه؟ أمور، علم واعتقاد وظن وشك ووهم. طبعا ممكن يكون إيه؟ طبعا الاعتقاد يكون علم يقين ماشي، وممكن يكون ظن، مش كده؟ يتبعونه اعتقاد غير جازم، انه الاعتقاد فيه جازم وفيه غير ايه؟ جازم. ايه الفرق بينهما؟ انه غير الجازم يقبل التشكيك، ولذلك تجد الجماعة اللي هم العلمانيين دول كلهم لهم عقيدة شك، ما هو ما فيش عندهم شيء جازم ولا شيء، كل مرة تنشأ عندهم فكرة فيحصل لهم اعتقاد. اما الاعتقاد الجازم حتى لو كان عن تقليد لا يقبل الايه؟ الشك، فما بالك بإيه؟ بما نشأ عن يقين أو عن علم. يبقى فهمنا كده؟ لكن فيه هنا بيقول لك إيه؟ بالنسبة للشك والوهم،
ابو الشك والايه والوهم ده كيف يبقى تنشأ عن نسبة اللي هي على طريق الشك؟ كيف ينشأ عن حكم ده هو متردد مش عارف يقول بدا ولا بدا؟ فين الحكم؟ فهمت كده؟ فهنا بالقوله وشك ووهم. اقرأ. قوله وشك ووهم قضية كلامه أن الشاك والمتوهم كل منهما حاكم بناء على أن الشك اعتقاد. لا بناء على أن الشك اعتقاداني. يعني عارف الشك ده مش نشأ عن شكه أو عن النسبة بتاعته اللي على سبيل الشك، مش نشأ عنه اعتقاد، ده نشأ اعتقادين تقاوم سببهما. يعني ده السبب هذا يقاوم الآخر، تكافأت الأدلة إن كان من أهل الدليل أو تكافأت عنده الشبهة فيكون حاكما بهذا وهذا. ده يبقى الشك كده أقوى من اليقين، ده نشأ عنه حكمين مش حكم واحد بس على جهة الايه التردد، لأنه الحكم ده نقيض، ده ما هو بقى شك. هل نعم هذا الكلام يعني هذا الكلام هو قال ايه كده نشأ عنه اعتقادان. وبعدين احنا جينا نتكلم عن الاعتقاد قلنا الاعتقاد يبقى الاعتقاد ما ليس المصطلح عليه، نشأ عنه ادراكان وليس اعتقادان. لا اعتقادان، ما احنا قلنا في اعتقاد غير جازم، وغير جازم ده ممكن يكون شك. هو بيفسر اصطلاحاته، فلما بيفسر اصطلاحاته هو الشيخ استخدم الاعتقاد هنا فوق في الاول العلم واليقين وبعدين الاعتقاد. الاعتقاد ده في غير الجازم، بس هو في الاصطلاح الاعتقاد لا يعتبر به الا اذا كان جازما، لو خد على الاصطلاح يبقى اعتقاد جازم. يعني اصطلاح الشيخ السنوسي ان هو وضع الاعتقاد في قسم في قسم الجازم لأنه قال اعتقاد جازم فلازم يضعه في الجازم، أما غير الجازم هو اعتقاد أيضا ولكن لسه لم يجزم به، بدليل أنه تردد بينه وبين غيره. هما اعتقادان تقاوم سببهما فيكون حاكما بهذا وهذا، لا على أنه التردد في الوقوع وعدمه إذ لا حكم حينئذ. يعني لو كان بيتردد في الوقوع، يعني في وقوع النسبة وعدمها ليس هناك حكم إلا بعد إيه؟ الإذعان والتسليم بوقوع النسبة، ولكنه إيه؟ وقعت عنده نسبة أخرى فيكون حاكما بهذا بناء على كده. انما لو قلنا على الاول يبقى هنا ايه الشك لا ينشا عنه اعتقاد اصلا، لان الاعتقاد لا يكون الا جزما. وبناء على ان العقل يحكم بالمرجوح وان الوهم منشا الحكم، لا على ان الوهم ملاحظة المرجوح. يعني ده بيعلل هنا ايه؟ بيعلل الوهم كما انه علل ايه؟ الشك. يعني علل الشك انه ينشأ عنه حكم، قال بناء على انه نشأ عنه اعتقادان. خلاص كده؟ بس ايه؟ تقاوم سببهما. طيب أما بالنسبة للوهم، بناء على أن العقل يحكم بالمرجوح وأن الوهم منشأ الحكم، لا على أن الوهم ملاحظة المرجوح. يبقى مين اللي حكم بالمرجوح؟ هو العقل، لكن هذا الحكم اللي هو المرجوح نشأ من الوهم وليس على أن الوهم هو الذي إيه؟ لاحظ المرجوح، لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك حكم، إنما بناء على أن العقل هو اللي حكم بإيه؟ بالمرجوح، لكنه نشأ هذا الحكم عن إيه؟ عن وهم. وعلى أي حال لا اعتبار بالثلاثة اللي هي غير الإيه؟ اللي هي غير الجزم. يلا
لأن الحاكم لأن الحاكم بأمر هات المتن لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفا أو الصف لا أمر ما رموش لا أمر رنو خلص لا يمر قلنا أقسام الجزم أي ما احنا بنعرف بنربط الحاشية بالمتن أي قولوا ثبوتا أو نفا أي عشان ثبوتا أو نفيا في الصفحة اللي بعدها 38 لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا قوله ثبوتا أو نفيا نعم قوله ثبوتا أو نفيا أي انتفاء منصوبان على التمييز يعني ثبوتا لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا طيب ما إعراب ثبوتا ونفيا كلاهما منصوبان على التمييز يعني كلمة ثبوت وكلمة نفي منصوبة ليه على التمييز أي من جهة ده اللي عنده تمييز ما عندوش تمييز أي من جهة ثبوته له أو انتفائه عنه لأن التمييز هنا مفسر خلاص مفسر للنسبة ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم قوله بذلك الحكم أي نسبة المحكوم به للمحكوم عليه زي ما نقول كده الصلاة واجبة فالمحكوم به هو الوجوب والمحكوم عليه هو ذات الصلاة طيب والأول احنا قلنا الحكم الحادث بينشأ عن كام عن خمسة الأول إما أن يكون لسبب وأعني به أي السبب إما ضرورة أو برهانا أو لا طيب. يقصد بالأول هنا في حالة الجزم نعم الأول إما أن يكون لسبب أي نعم وأعني به به يعني بالسبب السبب. أي طيب قوله هو الأول قوله هو الأول هو ما إذا جزم بالحكم أي أدركه إدراكا جازما قوله يكون أي الجزم تمام قوله ضرورة نحن الواحد نصف الاثنين يعني لما أحكم بأن الواحد نصف الاثنين هذا الحكم على سبيل الجزم أو لا جزم هذا ضرورة ولا ضروري ولا نظري ضروري يعني أي إنسان بالضرورة بضرورة كونه من العقلاء يعرف أن الواحد نصف ليه وإذا لم يعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا ليس من بني آدم ضرورة يعني ضرورة أنه إنسان أو عاقل فإن الحاكم بثبوت النصفية جازم بتلك النسبة بسبب الضرورة نعم. أي البداء ده حتى الضرورة فسر هذا قال لك أي البداء قوله أو برهانا يعني ممكن ينشأ الحكم اللي هو على سبيل الجزم ده عن ضرورة أو برهان برهان يعني إيه دليل خلاص كده نحن العالم حادث وكل حادث له صانع لكن هنا ايه كونك تجيب النتيجة ايه اللي العالم له صانع هذا ليس عن ضرورة وانما عن ايه عن فكر وعن نظر فالحاكم بثبوت صانع للعالم جازم بتلك النسبة بسبب البرهان المذكور يعني بسبب البرهان ايه هو البرهان المذكور هل ذكر هنا برهان اي القياس قياس من الشكل الاول العالم متغير مش كده العالم ايه حادث وكل حادث له صانع ينتج العالم له صانع يعني المقدمتين دول اللي هم تركب منهم للبرهان أنتجوا إيه؟ أن العالم له صانع فجزم الناظر بهذه النسبة بسبب البرهان المذكور قوله أو لا
يعني لا يجد في نفسه الجزم بهذا الحكم. يبقى كلمة أولى أي أولى يكون جزمه لسبب. وما الجزم ليه من غير سبب؟ بل لا لشيء أصلا أو لشبه. ما هو لو كان شبهة هتبقى الشبهة هي السبب، مش كده؟ مش بيقول ايه؟ اما ان يجد في نفسه الجزم او لا. طيب الاول اللي هو ايه؟ يجد الجزم ده، مش كده؟ هيكون الجزم ده لسبب، والسبب اما ضرورة او برهان او لا، يعني او لا ضرورة ولا برهان. يبقى اذا جزم لغير ايه؟ لغير شيء. نعم؟ لا، لما يقول لك يعني هنا ايه؟ او لشبه، بيقول لك بل لا لشيء اصلا او لشبه. يعني عاوز يقول لك الجزم ده المشكلة انه عندما ما يكونش فيه سبب، يعني من غير سبب، فكيف يقول لشبهة؟ فالشبهة تكون هيدخل في ايه؟ هيدخل في السبب. فهو احسن حاجة يقول ايه؟ من غير حاجة وخلاص، زي ما قال كده. غير المشبهة ها؟ هتدخله في الاعتقاد. والاعتقاد اما جازم، وهو ممكن يكون مقلد وجازم. هو النصارى مثلا مش يجزمون بصلب المسيح، وهذا الجزم مبني على شبهة، مش مبني على دليل، ولكن شبه لهم. لأنه أنا كده شايف إنه لو كان بشبهة هتبقى الشبهة سبب. إلا إذا كنتم شايفين حاجة ثانية. ولما قال بل لا لشيء أصلا. لا نكمل، يمكن ربنا يفتح علينا شاء الله. قوله وغير الجزم، قلنا الجزم ايه؟ اثنان. طب غير الجزم؟ ثلاثة. ايوه، الادراك للحكم ادراكا غير جازم. قوله الاول اي الجزم للحكم لضرورة او برهان. هذا قرناه. صح. قوله الأول أي الجزم بالحكم لضرورة أو برهان. قوله الثاني أي الجزم لا لضرورة ولا لبرهان، بل ناشئ عن شبهة أو لا لشيء أصلا. المرد الثاني هنا غير الجزم. نعم، بيقول فأقسام الجزم اثنان، ذكر الأول والثاني. الثاني اللي هو غير الإيه؟ غير الجزم. وبعدين الآن قوله وغير الجزم، يعني ده هيتكلم كده غير الجزم. غير الجزم اللي هو الشك والظن. اللي هو الظن والشك والوهم. لا لسه. لا، هو والثاني اللي هو في الأول، ما هو الأول في حاجتين. إما أن يكون واجب اللي فوق، لسه ما دخلش في الثاني، لسه حتيجي. الثاني ده يعني من القسم الأول من أقسام الجزم، اللي هو لسبب أو لغير سبب. السبب إما ضرورة أو برهان، وغير السبب مش عارفين إيه غير السبب. قال لك لشبهة أو لا لشيء أصلا، أو ممكن يكون اعتبر الشبهة زي عدمها، يعني كمل يا شيخ محمد، ما توقفش عندنا، كمل، هجيلك في الطريق بعدين ان شاء الله. قوله هو الثاني اي الجزم لا لضرورة، هو ده الثاني اللي هو في الاول. مش بيقول كده اما ان يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم او لا، وجعل الاول لسبب خلاص، والسبب ضرورة او برهان او لا. يبقى كده ايه؟ الأول ينقسم إلى قسمين، الأول الجزم بالحكم أو إيه أو لا. سيبنا كلمة أو لا،
نجد اللي هو الجازم هيجزم عن سبب او لا. ماشي. يعني هذان قسمان في القسم الاول من القسم الايه الاول اللي هو الجزم. عاوز جدول كده صدورة عشان تقاس صدورة موجودة لو واحد قام رسامة حتى فهموها. طيب مولانا الحشرة خلينا في الحشرة الأول احنا قلنا قوله يعني المتن واضح ما فيهوش مشكلة. مشكلة جت فين في الحشرة؟ طيب قوله أولى اللي احنا قرناها دي فين أولى؟ أولى أو لا يكون جزمه لسبب. تمام. اللي هي فوق في أول السطر الثاني. لا ثاني إيه؟ أي ماشي. صح كده؟ صح. بل لا شيء. قوله غير الجزم. قوله غير الجزم. هي بعدها على طول غير الجزم. أيوة الاستنارة. أيوة الإدراك بالحكم إدراك غير جزم. دخلنا في إيه؟ غير الجزم هم الثلاثة. أيوة. قوله الأول. الأول منين؟ من غير الجزم. من غير الجزم. والثاني من غير الجزم. والثالث من غير الجزم. كده صح. طب شوف يا مولانا بقى في قوله الأول. قال إيه؟ وهو شيخ. قال أي الجزم؟ أنا هنتكلم في غير الجزم. لا. استنى. والثاني أي الجزم هذا ضرورة. قوله الأول. هاتهالي شوف انت بس انه بتعب انا عارفش شوف هاتهالي من الكتاب لا هات من كتاب اسيب ده الضيب قوله الاول يعني من القسم الثاني فين الاول الاول ده وغير الجزم وغير الجزم ثلاثة وسمى الاول يبقى قوله الاول اللي هو من غير الجزم او قال ايه بقى اي الجزم بالحكم مش كده؟ طب كيف انت كده يبقى فيه؟ انا بتكلم ومن غير طب عندك انت ويأخذ من ويسمى الأول بعده ويسمى الأول من قسم الجزم يقصد الأول هنا وليس الأول قبل غير الجزم ويسمى الأول من قسم الجزم أيوة يبقى حلها كده من قسم الجزم مش من الثلاثة الأول يبقى أقسام غير الجزم ويسمى الأول من الجزم وليس من غير الجزم ماشي كده مظبوط عشان تتحل ماشي كده والأول من قسمي الجزم تمام حلو يبقى هو كأنه رجع للإيه يعني من البداية فما زلنا في إيه في الأول من قسمي الجزم قوله الأول أي الجزم بالحكم لضرورة أو برهان يبقى الأول من قسمي الجزم أي الجزم يبقى الأول كان صح كده يبقى لازم إيه أعلم عليه هنا عشان ما انساهاش من قسمي الجزم اسمي الجزم اللي هو لسبب ولا غير ايوه خلاص ما احنا خلاص ارتحنا عشان كده تطبق لنا شكرا الماء موجودة الماء موجودة قوله الاول اي الجزم بالحكم لضرورة او برهان يبقى معنى كده الأول من قسمي الجزم لأن الأقسام الجزم اثنان ولذلك قال أي الجزم فما ينفعش الأول من الثلاثة أقسام الأول أي من قسمي الجزم الجزم بالحكم لضرورة أو برهان واضح كده ومتفق مع الكلام اللي قال قوله هو الثاني أي الجزم لا لضرورة يبقى إذن ما زلنا في القسمين الأولين أي إدراك الحكم الراجح على مقابل قوله والثاني أي الجزم لا لضرورة ولا برهان بل ناشئ عن شبهة أو لا لشيء أصلا ماشي من نفسك قوله الأول من أقسام غير الجزم وهو المفروض كان يخليهم خمسة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة ده الأول وده الأول يعني لو ادي كل واحد رقم كان احسن ماشي الله يكثر خير الطلبه مساكين بياكلوا يعني طعميه وفول وعاوزين يفهموا الكلام ده ده عشان تفهم كل يوم عاوز لك يعني اربع حمام كده من عندي صراحه تفطر باثنين في الصبح فالاول قبل الايه الاكل والثاني بعد الاكل والثالث قبل الظهر يا لازم تاكل خمس ايه فردات حمام عشان تفهم خمس اقسام
أو خمس تجواز. قوله الأول من أقسام غير الجزم. خلاص فهمنا الأول من لا الأول هنا من إيه؟ من أقسام غير الجزم. أي إدراك الحكم الراجح على مقابله. إدراك الحكم الراجح نسميناه الظن. طب والثاني إدراك الحكم المرجوح، والثالث إدراك الحكم المساوي لمقابله اللي هو إيه؟ الشك. بناء على أن الشك إدراك بسيط لا على أنه إدراك لمجموع شيئين أو أنه التردد في الوقوع وعدم. فممكن تفسر الشك بتفسيرين، إدراك بسيط أو إدراك لمجموع شيئين أو التردد في الوقوع، كده إدراك مركب مش بسيط. قوله فالإيمان. قوله فالإيمان وإن حصل أي إن تعلق به شيء من غير أقسام الجزم. فالمراد الإيمان الصوري بحسب الظاهر، وهو العقائد كثبوت القدرة والإرادة لله. أما الإيمان بمعنى الإذعان المصاحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشئ عن دليل، فلا يتعلق به ظن ولا شك ولا وهم. يعني فسر لك هنا عشان إيه المشكلة يمكن أثيرت منذ قليل، يقول لك فالإيمان يعني الإيمان الصوري بحسب الظاهر، يعني الإيمان بمعنى التصديق، يعني التصديق مش بمعنى إيه الإيمان الاصطلاحي اللي هو بمعنى الإذعان المصاحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشئ عن دليل. هذا لا يتعلق به لا ظن ولا شك، لا بد أن يكون إيه علما، ولا بد أن يكون عن إيه يقين أو عن جزم عشان يدخل التقليد. يبقى إذن الإيمان هنا اللي يحصل به الثلاثة دولة اللي هو الإيمان الصوري اللي هو بمعنى التصديق، يعني زي الإيمان اللغوي يعني، وليس الإيمان الشرعي الذي يعتبر شرع. قوله على بطلانه يعني الإيمان اللي حينشأ عن واحد من أقسام غير الجزم الثلاثة، غير الجزم هم الثلاثة، هذا مجمع على بطلانه أي عدم الاعتداد به في خلوص صاحبه من الخلود في النار. قوله وإن حصل. قوله وإن حصل أي وإن تعلق به القسم الأول. وإن حصل أعطيك الجزم يعني مش كده؟ يعني وإن حصل عن القسم الأول من قسم الجزم هو العلم فالإجماع على صحته. قوله وهو العلم أي مع الإذعان، يعني ليس العلم فقط، لأنه لو حصل بالعلم من غير إذعان أيضا لا يعتبر هذا الإيمان، لأن اليهود حصل لهم هذا العلم الذين آتيناهم يعرفونه ويعلمون أن الإسلام هو الحق ويعلمون أن محمد الرسول، ولكنهم لم يذعنوا ولم يقبلوا. فلا بد أن يكون مع العلم إذعان يعني تسليم. خلاص قول مش العلم في كلام المصنف المراد به الإذعان أصلا؟ لا هو هنا بيتكلم على العلم، العلم بمعنى إيه الإدراك الجازم، لكن إدراك الجازم اللي هو العلم ده من غير إذعان ما ينفعش. وجحدوا بها واستيقنتها، فلا بد يكون مع الإذعان. مش هو مش قلنا فيه التصديق بمعنى إدراك النسبة ده شيء، وبمعنى الإذعان بها ده مرحلة، هو ده هو الإذعان. قوله وأما القسم الثاني في السنة الرابعة. وأما القسم الثاني هنقرأ منين من فوق؟ أما القسم الثاني هو الاعتقاد، فينقسم قسمين مطابق لما في نفس الأمر ويسمى الاعتقاد الصحيح. خلاص؟ وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد أو الجاهل المركب. يلا. أما القسم الثاني من القسم الأول اللي هو يعني
من غير ايه؟ لم يجد في نفسه الجزم بهذا الحكم، لو القسم الثاني من الاول. القسم الثاني من الاول القسم الثاني من الاول اللي هو لغير السبب. ايوه ما هو بيتكلم الاول اما ان يكون لسبب. ما هو ده في الاول برضه، ما هو الاول في حاجتين. مش قلنا الاول يجد في نفسه الجزم او لا؟ الذي يجد في نفسه الجزم هو الاول لسبب، والسبب حاجتين، ضروره او ايه؟ او قران او لا. هو ده بقى هو ده بقى اللي هو بيتكلم عليه. يعني غير ضروره او قران. ماشي. هذا اعتقاد يكون لسبب مش لسبب. وأما القسم الثاني، أي وأما إن تعلق به القسم الثاني وهو الاعتقاد. يبقى منين دلوقتي؟ فين داخلين فين دلوقتي؟ ها؟ في الأول اللي هو ها؟ القسم الثاني من الجزم. من الجزم. يلا. القسم الثاني من الجزم اللي هو الجزم سبب مش اسمه اعتقاد. الاعتقاد من أقسام الذي له سبب. يعني احنا قلنا الذي له سبب برهان أو ضرورة. له سبب برهان أو ضرورة أو لا. وسمينا البرهان اعتقاد. لا، البرهان يقين. يقين يعني اعتقاد نشأ عن يقين. الضرورة هو الضرورة. الضرورة خلاص. الضرورة أو البرهان. أو البرهان سمعنا ضرورة لا. أو لا اللي هو إيه؟ ليس لشيء أصلا أو لشبهة. ليس لشيء أصلا أو لشبهة. هو بيفسر هنا إيه؟ بيفسر أو لا اللي هو القسم الثاني. إحنا لما جينا نفسر في بداية القدرة، لما فسرنا العلم والاعتقاد، قلنا ان العلم ناشئ عن الضروره والاعتقاد ناشئ عن البرهان. ممكن يعني يكون ليه؟ اختلف ليه بدون كان يعني كان العلم كان العلم خاص بالضروره والاعتقاد خاص بالبرهان. العلم اليقين اليقين اللي هو عن ضروره او برهان اللي هو العلم ده عن ضروره او برهان. عن ضروره اسمه علم او يقين فقط. خلاص. اللي عن برهان اسمه اعتقاد. لا 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 الأول. إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا. والأول اللي هو إيه؟ أن يجد في نفسه الجزم. إما أن يكون لسبب، وأعني به أي السبب الضرورة والبرهان، أو لا اللي هو إيه؟ لا يكون سبب. ها؟ لا يكون لسبب. لا لا لسبب. ويسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة. يسمى الأول من قسمي الجزم علما ومعرفة ويقينا. ثلاثة: علم، معرفة، يقين. والثاني اعتقاد. هو فاهم يا مولانا من القسمين الضرورة والبرهان، قسم ضرورة وقسم برهان. لا، القسمين اللي هو الجزم أو لا، دول القسمين. والجزم لسبب أو لا. وبعد كده إذا كان جزما فحيكون إيه؟ لسبب. اثنين، لسبب أو لا. غير الجزم حيبقوا ثلاثة. يبقى كده خمس أقسام، مش كده؟ تمام. خرجت مش كده؟ الإشكال عنده في البرهان. طب فين الإشكال؟ من جاء منين الإشكال؟ إذا كان هي أو برهانا أو لا، ويظن أن الضرورة أن الأقسام ما هو الجزم علم واعتقاد. يقول العلم خاص بالضرورة والاعتقاد خاص بالبرهان. لا، هو فاهم كده. كله ده اسمه كده اسمه أنت رجعت في الأول يا بني هذا ما تسكت وأنا سكت وأدخل. الأول بيقول لك إيه؟ الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة، علم، اعتقاد، ظن، شك، وهم. خمسة. عاوزين نقسم الخمسة على إيه؟ نفسرها هنا. كيف بيجوا خمسة؟ نعم؟ آه يا ريت. والله لسه هقول لك. قسم براحتك. بس حاسس عشان توقعها علينا قبل لا نقسم ولا. ها؟
هذا خلاص هو حاجة مش هنشوف الرجل لازم تجيبها في المدرسة. أيوة أعمل كده بس أعمل الجدول الأول هتعمل إيه؟ الحكم لا حكم خلاص الخمسة عرفناهم ناظرين الحكم إنها جزمة وغير جزمة. أيوة تمام نقسمها كده يا شيخ محمد كده جازم او غير جازم يبقى الجازم تحط عليه الاول وغير الجازم تحط عليه الثاني. اصبر طيب هو راجل بيكتب نجي بعد كده غير الجزم اللي هو الكلام
يبقى حتى في الجزم ممكن يكون جزم صحيح مطابق وجزم فاسد غير مطابق اللي هو الجهل المركب. كده الضبط في المسألة الشيخ اسمك ايه؟ حسن. اه كده تمام. الحمد لله لما جاء الأذان جاء الفتح. انت الشبهة اللي كانت عندك من الاعتقاد ده داخل في البرهان. لا 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 الاعتقاد تحته اثنين صحيح او فاسد لما البرهان مفروض صحيح او فاسد. كده ضبطت؟ احفظوها كده على هذا الترتيب. يلا. ده هو كده الحمد لله والله لو حد شك تاني. يعني عاوز ايه؟ هو اتصل اصلا في حس الجهل اللي هو السبب او غير السبب ده من حس المنشي. ملوش دعوه بتحسين العلم. ما هو السبب يا شيخ انت اسمك ايه؟ هشام. هشام. السبب يا ايه؟ ذكره ضروره تمام كده؟ تمام. ايه تاني؟ ضروره او ايه؟ او برهان. استنى بس الضروره والبرهان دول حيسمى اللي ينشا عنه علم او يقين او معرفه. فالعلم او اليقين او المعرفه لا ينشا الا عن ضروره او عن ايه؟ او برهان او عن برهان اللي هم السبب. اما لغير سبب يبقى معناها مقلد تمام كده؟ او ايه؟ معتقد اعتقاد غير صحيح. لان المقلد يمكن يكون اعتقاده صحيح ويمكن ان يكون غير صحيح. مقلد ومقلد يعني يتابع بقول غير ليس عنده برهان وليس عنده دليل ولكنه جازم. هذا من اقسام الجزم. وايضا المعتقد اعتقاد فاسد جازم به ولكنه عن شبهة او عن جهل مركب. كده الحمد لله. يعني الاعتقاد هنا مش امر محمود. لا الاعتقاد يكون يا اما صحيح او فاسد لكنه جازم لانه جعله من اقسام الايه؟ من اقسام الجهل. يعني كيف يكون الاعتقاد ناشئ عن شبهة او عن غير شيء اصلا؟ فكيف يعني ما هو جعل اسمه اعتقاد سواء كان صحيح او غير صحيح ولكنه جازم. طب نشأ عن ايه؟ نشأ عن غير شيء يعني تقليد. او نشأ عن شبهة او جهل مركب. يبقى غير الجزم ده لا يسمى اعتقاد. الثلاثة اللي هو الظن والشك وايه؟ والاعتقاد لو تحول وبقى والاعتقاد لو كان عن ضرورة او برهان لكان علما ويقينا وعرفا. واذا لم يكن عن ضرورة الاعتقاد حيكون ايه؟ حيكون تقليد او اعتقاد فاسد ولا شيء غير هذا. اعمل معروف يا السودان تماما. يلا شوف مش هيقروا النهارده ولا ايه؟ مفيش قراءة؟ اليوم بطل. لا ما بطلوش يا ولد. يصرون. يلا. يبقى هقولهم تاني بص كده. اما ان يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم او لا. الاول اللي هو يجد في نفسه الجزم هيكون لسبب والسبب ضرورة او برهان واللي حينشى عن الضرورة او برهان اللي هو العلم واليقين والمعرفة او لا. يبقى اللي هو ايه؟ اللي هو الاعتقاد. والاعتقاد ده ممكن ينشى عن غير سبب يعني عن تقليد او عن ايه؟ عن شبهة او عن جهل ايه؟ مركب. ويسمى اعتقاد لانه ينقسم الى صحيح وينقسم الى فاسد. اما غير الجزم فيكون ظن او شك او ايه؟ او وهم. ويسمى الاول من قسمي الجزم علما والثاني اعتقادا. ومع تسميته اعتقادا لانه جازم به فيكون صحيحا او فاسدا. لانه جاء في الاخر اقرا في بعض الصدرين. معاك كتاب؟ معاك الكتاب ولا مش معاك؟ طيب اقرا عندك يا صدرين. واما القسم الثاني وهو ايه؟ الاعتقاد. وهو ايه؟ الاعتقاد. وصل؟ الشرح فوق. الشرح فوق. يا اما انزل واما القسم الثاني. فينقسم قسمين مطابق لما نفسه وهو الاعتقاد الايه؟ الصحيح كاعتقاد عامة وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الايه؟ يعني الاعتقاد مش كله صحيح.
في اعتقاد الكفار لكم دينكم ولي دين. وضحت كده؟ لا. ومثل بالاعتقاد الصحيح الاعتقاد عن المؤمنين المقلدين. لا لشيء. لا لشيء. يعني لا عن ضرورة ولا عن برهان. ماشي خلاص. واضح جدا. احفظ التركيبة. ويمكن الشبهة. ده صاحبنا ده فهمها وفهمناها سليمان. يمكن الشبهة يا مولانا. ما فيش شبهة تاني عن المعروف. مش عندنا احنا. أما قال لغير سبب اللي هو لا لشيء. أصل هو فكروا الاعتقاد لا يكون إلا صحيحا. الشبهة جت من هنا. فكيف يكون اعتقاد وأنشأ عن لا شيء؟ اللي هو اعتقاد المقلدين واللي نشأ عن شبهة أو عن جهل اعتقاد الكافرين أو اعتقاد أهل الفرق الزائغة زي المعتزلة وغيره. الحمد لله. وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم قسمين مطابق لما في نفس الأمر ويسمى الاعتقاد الصحيح كاعتقاد يعني عامة الاعتقاد المسلمين. الصحيح اللي هو إيه؟ لماذا سمي القسم الثاني؟ لماذا سمي الاعتقاد هنا انقسم إلى قسمين صحيح وغير إيه؟ سمي صحيحا لمطابقته. خذ بالك يا شيخ هشام، سمي الاعتقاد الصحيح لمطابقته الواقع لا لأنه يكفي. مش يكفي في الإيمان ده عشان إن هو صحيح مطابق، إذ الخلاف فيه مع أنه صحيح، لكن هل يكفي أو لا؟ لأنه لم ينشأ عن إيه؟ عن سبب. فعشان كده أقول لك مع أنه صحيح، مش اختلفوا في إيمان المقلد، لسه حياتي الكلام. يعني مع تسميته صحيحا ولكنه إيه؟ غير كافي. نعم. وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب. خد بالك يا شيخ هشام في حاجة، هو قال كم قسم كده اللي انشأ الحكم؟ ها؟ خمسة. ايه رأيك طلعوا ستة؟ الاعتقاد انقسم قسمين كده بيبقوا ستة اقسام. اصبح اللي ينشأ عن الحكم الحادث ستة، لأنه الاعتقاد فيه قسمان صحيح وغير صحيح، تمام، وغير الجزم شك وهم وظن، كده كان خمسة، والعلم ستة. يبقى خمسة ولا ستة؟ أطلع في قسم الرجل نفسه نسيه فكتر خير. نحن قال خمسة لكن في الآخر طلعوا ستة، والله كتر خير عندهم كده اعتقادهم ستة، والله العظيم ستة. وهو قال الاعتقاد فيه اثنين، طيب ليه قال في الأول خمسة؟ نسي. لا ما فيش يقولش أدرج، نسي وخلاص. وزي يقولوا أما القسم الثاني فينقسم إلى، إذا كان في الأول وده اثنين وده ثلاثة، شمعنا اللي فيه اثنين ما تحسبش؟ وهل يمكن يجعل الاعتقاد الصحيح والفاسد واحد؟ ما تنفعش اذا كان ده صحيح وده فاسد. عارف لو كان صحيح واصح كان ماشي، انما صحيح وفاسد باثنين، يبقى الاقسام ايه؟ سته مش خمسه. اعتبر ان الاثنين اسمهم اعتقاد. يا سيدي خلاص. لما هو الاثنين اسمهم جزم الاولانيين. في الاول اسمهم جزم. والثلاثة من غير جزم، يبقى كده بناء على كلامك ثلاث أقسام بس. جزم بس. يلا وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب. ولذلك عند قوله وينقسم الاعتقاد قسمين، يبقى تيجي جنب يقول فبهذا صارت الأقسام ستة ولم يلاحظ أولا هذا فذكر التقسيم خمسة. لو لاحظ أنه الاعتقاد في اثنين لقال ستة. وتكتب كده جيم في الله. أنت رجل غريب، أنت تمشي مع المصنف وتسيب الجمهور العالم كله اللي قال الإيمان المقلد كافي وتلغي المصنف. ها؟
لا بس المسلم قال ينقسم، انا مال قال ينقسم الى قسمين صح ولا لا؟ وفي الاول قال ثلاثه وقال ده اثنين وده ثلاثة، وعند القسمين دول اهملهم يعني لا يمكن يكون بهذا الاعتبار، انه حتى لو قال غير كافي لكنه لم يقل فاسد، لان قال غير كافي. وبعدين المصنف نفسه رجع عن كده وذكر في الصغرى غير كده وذكر في المقدمات غير كده. الكلام ده قلناه في الدرس الاول انت ما كنتش موجود. طب ما كنت موجود ما تحللش كثير يعني. المصنف رجع ان شاء الله، وان لم يرجع نرجع احنا. وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين. إذا كان ده ليه اسم وده ليه اسم وده مطابق وده غير مطابق، كيف يبقى اسم واحد؟ لو كان اللي حيترتب عليهم شيء واحد ده قضية ثانية قضية أخرى. بعد ما نصلي شيء هنصلي هنا في نفس السبب، إما ضرورة أو برهان، تمام كده؟
أو لا يعني أو لا يعني أو لغير سبب، مش أو لا يعني لغير ضرورة، هذا اللي جاب في اللبس دي. أيوه. ليس معنى أو لا يعني لغير ضرورة وغير إيه برهان، لأن اشتبه علي ظنيت أن كلمة أو لا يعني لغير ضرورة ولغير برهان، أي لإيه لشبهة أو تقليد، هنا اللي جبت لإيه اللبس لغير سبب. بنقول كده سببا او لا او لا، انه حتى هو هنا ما جاش لغير سبب، قال او لا يعني او لا يعني او لا لسبب، وليس او لا او لا لضرورة او ايه او برهان. لما نأتي السبب اللي هو الضرورة والبرهان، ده السبب هينشأ عنه العلم او المعرفة او اليقين، وكل ده معنى واحد، كل ده واحد، مش العلم غير المعرفة غير اليقين، بناء على انهما ايه مترادفان. غير السبب هيبقى ايه اعتقاد، والاعتقاد يا اما مطابق يا اما غير ايه غير مطابق. مطابق اللي هو الصحيح، وليس معنى انه صحيح انه يكفي، ولكنه لانه مطابق للايه للواقع فسمي اعتقاد صحيح، ولكنه ايه لا يكفي بحسب رأي مين المؤلف. والاعتقاد الفاسد اللي هو ناشئ عن ايه عن جهل ايه مركب او عن ايه او عن شبهة او عن شبهة. خلاص كده الثلاثة اللي هم اقسام غير الجزم معروفين، ما في داعي للكلام ايه فيهم بالمرة، اللي اصبحت الان دلوقتي الفضلات القضية بينة وواضحة في لبس فيها الآن دلوقتي. طيب الحمد لله. كلمة أو لا لا تعود كلمة ضرورة أو برهانا، فالمفروض يعمل كده. والأول إما أن يكون لسبب، تمام كده، أو لا كده. فالأول إما أن يكون لسبب اللي هو إيه الجزم ده، والسبب هو الضرورة أو البرهان، أو لا أي القسم الثاني من أقسام الإيه الجزم اللي هو الاعتقاد. والاعتقاد فين والاعتقاد إما أن يكون إيه صحيحا أو إيه أو فاسدا. قرأنا الحاشية والأسف، يبقى قوله الأول أي الجزم بالحكم لضرورة أو برهان، والثاني أي الجزم لا لضرورة أو برهان. ولذلك كلمة والثاني اللي هو إيه يجد في نفسه الجزم لغير إيه ضرورة ولغير برهان. يعني إيه غير ضرورة؟ يعني لشبهات أو لجهل مركب إلى غير ذلك، لا لضرورة ولا لبرهان. وفسرها بل ناشئ عن شبهة أو لا لشيء أصلا، يعني له إيه التقليد. فدخل في الاعتقاد التقليد الذي لم ينشأ على عن شيء وإنما هو مجرد إيه اتباع، ودخل فيه الاعتقاد الفاسد الذي نشأ عن شبهة أو عن جهل مركب. قوله الأول من أقسام غير الجزم، احنا هندخل في الثلاثة دلوقتي، إدراك الحكم الراجح على مقابله اللي هو إيه الظن، والثاني أي إدراك الحكم المرجوح اللي هو إيه الوهم، والثالث إدراك الحكم المساوي لمقابله بناء على أن الشك إدراك بسيط لا على أنه إدراك لمجموع شيئين أو أنه التردد في الوقوع وعدمه. قوله فالإيمان إن حصل بغير عن أقسام غير الجزم الثلاثة فالإجماع على بطلان. وقلنا لا يحصل الإيمان إلا إيه بالقسمين الأولين، ولهذا فسره بأنه الإيمان الصوري بحسب الظاهر أي بمعنى التصديق، وهو العقائد، وهو إيه الإيمان الصوري العقائد كثبوت القدرة والإرادة لله، يعني إدراك نسبة الثبوت، وليس الإذعان.
أما الإيمان بمعنى الإذعان المصاحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشئ عن دليل فلا يتعلق به ظن ولا شك ولا وهم. فإن قيل لك كيف تدخل في كيف تدخل الإيمان في الأقسام الثلاثة اللي هي الظن والشك والعلم، قل له المراد به الإيمان الصوري بحسب الظاهر، أي إدراك ثبوت كاعتقاد أن الله تعالى قادر أو أنه عالم، مع إيه؟ يعني إدراك أنه تعالى قادر أو عالم والمعرفة ذلك يعني العلم بذلك، مع عدم الإذعان عدم التسليم لذلك. إذن فيجتمع العلم يجتمع مع إيه؟ مع عدم الإذعان، يجتمع مع عدم زي يعرفونه كما يعرفون إيه؟ ولكن هي مشكلتهم عدم الإذعان وعدم القبول. بس مش العلم اللي هنا يا مولانا. لا احنا قلنا العلم هو مش ما هو الأول فسرها، انت رحت فين؟ ما هو لسه مولانا شيخ محمد بيقول ايه؟ اما الإيمان بمعنى الإذعان، يبقى هو له معنيان، إيمان بمعنى المعرفة بمعنى العلم، والذي بمعنى العلم لا يكفي إلا إذا كان معه إذعان، زي ما شرحنا لكم التصديق والتصور. فإدراك النسبة دون الإذعان بها تصديق، يسمى إيه؟ تصديق. لكن التصديق المعتبر اللي هو النسبة الخارجية، إدراك الوقوع وعدم الوقوع، مش النسبة الكلامية. إدراكها بغير إذعان لسه ما وصلش لمرحلة التصديق أصلا، كل ده في يبقى كله ده تصورات داخل في التصورات. يبقى الإذعان اللي هو بمعنى التصديق هو المراد هنا، ولذلك أنا أقول الإيمان الصوري، يعني اللي هو التصور، تصور الإيمان، وليس قبول النفس له. وأما القسم الثاني، وأما إن تعلق به القسم الثاني قوله وهو الاعتقاد، أي الجزم لغير ضرورة أو برهان. يعني كيف لغير ضرورة ولغير برهان؟ يعني إما لجهل أو لشبهة أو لغير ذلك. قوله مطابق لما في نفس الأمر. ماشي. قوله مطابق لما في نفس الأمر. جبت الأمانة. أي علم الله أو اللوح المحفوظ والمراد. يعني ما المراد بكلمة نفس الأمر؟ إذا نفس الأمر معناها إيه؟ إيه معنى تفسير كلمة نفس الأمر؟ علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ، كلمة نفس الأمر. والمراد بمطابقة الاعتقاد لما نفس الأمر مطابقة متعلقه، وإلا فهو مباين. يعني كلمة اعتقاد ونفس الأمر متباينان، ده غير ده. ويبقى معنى كده مطابقة متعلق الاعتقاد وليس نفس الاعتقاد، لأنه نفس الاعتقاد وحده كده اسمه اعتقاد، لكن إيه متعلق بإيه؟ متعلق بإثبات الوحدانية، متعلق مثلا بأن الله تعالى على كل شيء قدير، بأن الله ليس له شريك. هذا هو مطابق لما نفسه، وليس مجرد، لأنه الاعتقاد نفسه مباين لما إيه؟ لعلم الله تعالى. الاعتقاد شيء وعلم الله شيء، إنما كيف يكون الاعتقاد هو نفس الاعتقاد بكذا يعني الاعتقاد بكذا، بأن سيدنا محمد خاتم النبيين، هذا مطابق لما في اللوح المحفوظ ومطابق لما في علم الله. إنما الاعتقاد نفسه غير الايه؟ اللوح المحفوظ، يعني معناه متعلق الاعتقاد. نعم. قوله ويسمى الاعتقاد الصحيح أي الموافق لما في نفس الأمر، وهو النسبة الخارجية. النسبة الخارجية، قلنا في نسبتين في الكلام، نسبة كلامية ونسبة خارجية. فإدراك النسبة الكلامية ده مش هو التصديق، التصديق هو النسبة الخارجية. أي الموافق متعلقه لما في نفس الأمر، وإن كان صاحبه كافرا كما جرى الشارح عليه فيما سيأتي. طيب يبقى يعني لأنه الشيخ السنوسي رضي الله عنه حتى وإن كان المقلد
يعتقد يعني اعتقاده موافق لما في نفس الأمر يعني لما في علم الله أو لما في اللوح المحفوظ بيقول إيه يسمى اعتقاد صحيح مش كده؟ وإن كان معتقده كافرا لأن الشيخ جرى على أن إيمان المقلد هنا لا يكفي فسماه كافرا أو غير مؤمن مع أن اعتقاده إيه صحيح ومطابق لما في نفس الأمر لكنه لم ينشأ عن ضرورة أو عن إيه برهان أو عن برهان فجعله إيه لم يقل بعدم صحته وإنما قال بعدم كفايته فكون صاحب هذا الاعتقاد مؤمنا إنما هو بحسب الظاهر وقوله عام وقوله عامة المؤمنين أنت فين ده في تحت وإن كان صاحبه كافرا كما جرى عليه الشارح فكون صاحب هذا الاعتقاد مؤمنا إنما هو بحسب الظاهر يعني بحسب الأحكام الدنيوية إنما بحسب ما عند الله أو بحسب أنه ينجو في الآخرة ده إيه هو إيه الشيخ نفاه إنما لا ينفي أنه مؤمن في الظاهر وفي المعاملة وأنه يناكح ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر مين المسلمين ما قلنا الشيخ ليه كلام فيها ما تربطه حتى مهمة حتى ولو على رأيه بأنه هو كافر تقييده بأنه هو كافر في الآخرة فقط يعني لا ليس ناجيا عند الله ليس مسلما ولكن في الدنيا التنبيه على أنه في الدنيا يعامل عشان ما نكفرش المقلدين بس كده إنه في بلوى زرقة في بعض المشايخ كانوا يفهموا الفهم خطأ تمام كده لأنه مثلا الشيخ هنا جرى على إيه على إنه المقلد كافر كده مع أن اعتقاده صحيح وهو على جهة الجزم ومطابق لما إيه وفي نفس ومطابق للوح المحفوظ ليه هنا نجي إيه نعلق مثلا على القول ده الكفر مثلا لو جبنا سألنا أي واحد الكفر ليه أسباب إيه أسباب الكفر إنكار معلوم من الدين التكذيب إنكار شيء سب مثلا الأنبياء حاجة يعني تكون سببا في الكفر هل ذكر واحد من أهل الأصول ولا من أهل الفروع أنه التقليد ده من أسباب الكفر لا إذن أسباب الكفر معروفة وليس التقليد واحدا منها يبقى احنا عايزين نشوف جواب صحيح انه هذه الاسباب للحكم بكفره في الظاهر خلاص كده فلا يورث ولا ايه يقبر مع المسلمين ده الكفر اللي هو ليه اسباب معروفة انما التقليد ده ما حكمش بكفره في الظاهر وانما حكم بايه بخلوده في النار يوم القيامة وليس المراد أن صاحبه يعامل في الدنيا معاملة الكفار ده اللي عاوز تنبه عليه كويس والله أنا برضو يعني لاحظتها في بعض الناس غلطوا غلطة شنيعة ففهموا من كلام الشيخ أنه المقلد كافر يعني معناها في الدنيا يعامل معاملة الكفار حتى حكى ابن عرفة المالكي بيقول أن بعضهم جاءه إنسان عامي واحد عامي يستفتيه في الطلاق فوجدها يعني بين يعني جمع الطلاق في كلمة واحدة وبجميع أيمان المسلمين ومنين ما تحل تحرم وأنت علي كظهر أمي ويعني وجد المسألة معقدة ملهاش حل في أي مذهب فعمل ايه الرجل ده راح قال له ايه أتعرف التوحيد والأدلة قال لا قال فأنت لست بمسلم فليس عليك طلاق فحلل له المشكلة من أساسه هو كده ما اتجوزاش أصلا يعني قال لا انت بالنسبة لك انت طالما ما عندكش توحيد وأدلة ورجل عامي يبقى لا يعتبر بشيء خلاص طلق زي ما انت عامل ليس عليك شيء
طيب يبقى هو عشان يخلي زوجته معاه او يكفر. ففي ناس قال لك طالما هو غير مسلم وهو كافر يبقى اطلق وزوج على اي اساس؟ ما خلاص. فكان يسألك يقول أتعرف ابن عرف اللي حكاه الحكاية أتعرف التوحيد والأدلة؟ فإن وجده عارفا أفتاه خلاص الحمد لله أنا بفت واحد يعني مسلم، وإن قال له أنا لا أعرف أنا مقلد يقول له أنت لست بمسلم فلا يلزمك شيء. يلا يا شباب نعم فرق زوجته عشان هو كافر. ما خلاص ما هي كافر برضه. ما كانش مسلم وكافر هو اصلا من البدايه يعني ما هو يعني هو يعني انت فكرت انه كان مسلم مرتد الكلام ده؟ هو من البدايه بيقول له انت مش من المسلمين فلا حكم لك عندنا، روح شوف لك ايه حد تاني. اسلم واتجوزها. زي واحد برضه سالوه كان برضه من اذكياء المشايخ وحبوا ايه، انت عارف طبعا المنغصات والناس اللي عم تكتب تقارير والامن وكذا، فبيقولوا له ايه هل الايه الغير المسلم يدخل الجنه؟ ففطن الشيخ قبل ان يجيب راح قال له انت مسلم؟ قال له لا انا مسيحي. قال خلاص اسال القسيس. يعني انت مش تبعي تستفتيني ليه؟ روح للشيخ بتاعك. طبعا هيقول لك ايه هتدخل روح للمذهب بتاعك. يلا. وقوله عامة المؤمنين يعني كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين جعله لعامة مؤمنين بالنظر للظاهر وإلا أحكام كفار وعلم. الشيخ السنوسي بيقول عامة المؤمنين المقلدين فجعلهم ايه مؤمنين مش كده بحسب الايه بحسب الظاهر وإلا فهم كفار عنده يعني عند الشيخ مش عند الكل. لا قوله غير مطابق ويسمى ايه الاعتقاد الفاسد والجهل الايه والجهل الايه المركب. والشيخ التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بيقول ايه لما بيتحدث عن الجهل بيقول ايه يطلق الجهل عند المتكلمين على معنيين، البسيط وهو عدم العلم عما من شأنه ان يكون عالما، ده ايه الجهل البسيط هو عدم الايه العلم عما من شأنه ان يكون عالما، فلا يكون ضدا للعلم. الجهل البسيط خد بالك مش ضد العلم بل مقابل له تقابل العزم والملكة، ويقرب منه من الجهل البسيط ده السهو والغفلة والذهول. أما الثاني ها ولذلك الجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا، يعني لو كان عارف حاجة ونسيها يبقى هو بيجي مش عارف، ما هو نسي مش عارف، فبعد العلم يسمى ايه نسيان. اما الثاني هو الجهل المركب وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. طب لماذا سمي الجهل المركب مركبا؟ قال لانه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. احنا عاوزين ايه هو مركب والتركيب لا يكون على الاقل لازم يكون حاجتين، يعني هو جهل الواقع اولا. يبقى اول حاجة يعتقد الشيء شوف كده على خلاف ما هو عليه، هذا جهل اول. طب فين الجهل الثاني؟ اعتقد انه يعتقده على ما هو عليه وهذا جهل اخر. تركب معا وهو ضد العلم. يبقى اذا الذي هو ضد العلم الجهل البسيط ولا المركب؟ اما الجهل البسيط ليس ضد العلم، وما من عالم في الدنيا الا وعنده امور لا يعرفها ومع ذلك لا يسمى جاهلا، ولذلك لا يسمى اعتقاد، ولا يسمى اعتقاد لانه اصلا في ذهول او في غفلة عنها. لقد كنت في ايه في غفلة من هذا، أو في الآية اللي في إنا أوحينا إليك إنا أنزلنا إليك قرآنا عربيا في أول سورة يوسف
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى هو ده هو البسيط، وهذا لا يضاد العلم، إنما الذي يضاد العلم اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. أما الثاني ممكن يكون نسيان أو غفلة أو ذهول. واضح؟ يلا يا شباب. وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين. وقوله وغير مطابق أي وغير مطابق متعلقه لما في نفس الأمر، يعني مثلا يعتقد أن العالم قديم، فالقدم ده للعالم ده مش مطابق لما في نفس الأمر، لأنه في نفس الأمر أنه حادث، في علم الله أنه حادث، وفي اللوح المحفوظ أنه حادث، فهذا غير إيه؟ غير مطابق. ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الايه؟ ها؟ كافرين. يعني اللي هو غير مطابق يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ فاسد، ويسمى فاسد يعني ليس صحيحا، ويسمى جهلا مركبا كاعتقاد الكافرين اي اعتقادهم الموجب للكفر. خلاص كده؟ اما اعتقادهم أن الواحد نصف الاثنين مثلا فمطابق، طب هو الكافر دائما يكون اعتقاده اعتقاد الأمور اللي هي يتعلق بها الإيمان ويتعلق بها الدين وليس الأمور الضرورية، فإن اعتقادهم فيها مطابق. ولذلك مثلا وصف مسيلمة لعنه الله وصفه بالكذاب في ايه؟ في امر ادعاء النبوه، هو ده غير مطابق، انه في الواقع ده راجل كذاب وسافل وابن كلب، ده مش انما هل كل يعني ما يصدر عن مسيلمه كذب؟ افرض اخبرنا مسيلمه بان زيدا قائم، هذا يحتمل الصدق، انما كذبه مقطوع به في دعوى ايه؟ ها؟ دعوى النبوه فقط، وليس كل أخباره تعتبر كذب. خلاص قلنا الأقسام كده، لما دخل فيها الاعتقاد أصبح قسمين، صارت الأقسام كام؟ ستة. طيب بالنسبة للمطابق وغير المطابق، لما يمكن واحد يقول الاعتقادات دي، وحتى كان سيدنا الشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى يقول لك دي الاعتقادات دي كلها زي أمور اجتهادية، يعني كأنه معذور بإيه؟ الناس اللي يعني علمهم أو تفكيرهم ما عرفوش يصلوا إلا إلى الضلال، فيبقى إيه؟ أدى ما عليه اجتهاده، هل يعذر إيه بهذا؟ كان في بعض، حتى في بعض المعتزلة كانوا يقولوا كده، يعني سيبك من الحكم في الآخر لك دخل أنت دي، بس المهم هو في الدنيا عامل النظر والأدلة، وما عندهمش تقليد المعتزلة، يشنون حملة كبيرة في المسألة دي. فطبعا معروف انه الاختلاف في الفرعيات، الامور الفرعيه، هل كل مجتهد فيها مصيب او المصيب واحد؟ يعني في طبعا رايين، راي انه مساله خلافيه اصوليه، انه المسائل الفرعيه كل مجتهد فيها مصيب، مصيب بحسب ما أداه إليه اجتهاده، وإن كان مخطئا في الحكم عند الله تعالى. وبعدين البعض قال لك لا، هو المسألة دي ما فيهاش، طالما هي ظنيات أو اجتهاديات ما فيهاش حكم معين، ولكن حكم الله فيها هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، بس بشرط يكون منطبق عليه شروط الأهلية، مش يجتهد فيها حمار وبعد كده يقول لك أصله اجتهد. ايش عرفك انت بالاجتهاد؟ يعني مثلا واحد يقول لك الطلاق الشفوي، طب انت مالك؟ انت لست من اهل العلم اصلا، ليه انت بتحكم بانه يقع؟ امال دار الافتاء بتعمل ايه؟ ومشيخة الازهر بتعمل ايه؟ مش عارف انا ايه اقحمك انت في الموضوع ده؟ افتي مثلا في الكرة، افتي مثلا في اي حاجة بعيدة عن الايه؟ يبقى المسائل الفرعية فيها ايه؟ فيها رأيين، انه كل مجتهد مصيب، واصاب ما اداه، وليس لله حكم معين في المساله، وانما اي واحد اجتهد يبقى الصواب فيما اداه اليه اجتهاد.
وفي اللي قال لا المصيب واحد والمخطئ معذور. ولذلك الحديث او الاثر اللي عندنا المجتهد اذا ايه اصاب فله ايه يعني معناها يخطئ وايه ممكن يكون اخطا ولكنه ايه معذور مع ايه كون اللي هو خالفه لا اثم عليه مع انه اخطا لكن معلش بل له اجر. نعم. لكن بالنسبة للأمور الاعتقادية اللي هي الأمور العقليات أجمعوا واتفقوا على أن العقليات دي المصيب فيها واحد وغيره آثم. دي ما فيهاش إيه إلا بعض المعتزلة مش كلهم. قلنا إجماع أهل السنة وغيرهم على أن العقليات المصيب فيها واحد وغيره إيه. أما الفرعيات ممكن يكون الكل مصيب أو المصيب واحد والآخر مخطئ ولكنه غير إيه غير آثم. أما في العقليات المصيب فيها واحد وغير المصيب فيها آثم. أما بعض المعتزلة قالوا لا يأثم المجتهد في العقليات وقيل مطلقا وقيل إن كان مسلما فيكون مخطئا غير آثم. في قول عن المعتزلة كده يبقى أنت لا تضيق واسعا في أمور عقلية ممكن يكون فيها إيه معذور إلا الأصول طبعا في الإيه في العقائد. يلا يا شيخ. ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الإيه فالفاسد فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد. ايوه شوف كده الاعتقاد الفاسد يعني كاعتقاد ان الله ثالث ثلاثة او ان المسيح ابن الله تمام كل ده اجمعوا على كفر صاحبه وانه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد او قلد. بل انه كان بعض مشايخنا يقول لنا هنا حاجة جميلة يقول في المسائل اللي هي العقلية دي اللي هي اللي بيجتهدوا فيها الكفار يعني لما زي عقائد التثليث وعقائد الشرك والتجسيم فكان يقول ايه المخطئ فيها عليه وزران والمصيب عليه ثلاثة اوزار. فنقول له طب وزران لايه؟ يقول الوزر الاول لانه اجتهد وهي اصلا مش في دائرة الاجتهاد والوزر الثاني في الخطأ. طيب بالنسبة للمصيب يقول أصاب في الضلال يعني هو اجتهد لحد ما وصل ليه لأن الله ثالث ثلاثة أو ابن مريم يبقى ده إيه في نظره هو أصاب بس أصاب في إيه ها؟ في الضلال. زي واحد مثلا نجح في عملية سرقة أو في عملية زنا لم يفشل فيها أو مثلا أراد محاولة قتل إنسان ففشل وبعد كده أصاب يعتبر هنا إيه هل ده هو الصواب ده هو عين الايه الخطأ. زي ما واحد كان رايح مثلا الاسكندرية عشان يشتري مخدرات وبعدين بيسأل هل يجوز قصر الصلاة ولا لا يعني انا مسافر طبعا اصلي ركعتين او مثلا اجمع الظهر مع العصر. يلا يبقى المجتهد في الامور دي وصل به اجتهاده الى اعتقاد فاسد او حتى قلد فهو آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد او ايه او قلد ما تفرقش. وطالما اجتهد او قلد يبقى ما فيش داعي للاجتهاد. تجتهد ليه؟ ما تمشي معاهم وخلاص خلي غيرك يتحمل. ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدع. اللي احنا قلنا ده اللي هو بعض المعتزلة خالفوا في ذلك قالوا انه يعني ايه اللي قلنا احنا بالنسبة للقول انه لا يأثم المجتهد في العقليات مش كده؟ وهذا القول اللي حكيناه عن بعض المعتزلة لا يعتد به واختلفوا. هنا مربط الفرس في الكلام اللي جاي ده واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد. هنا الاشكال بدأ بس طبعا مش هنكمل ده طويلة الحكاية بس
فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية، وهو الحق الذي لا شك فيه. ما هو طبعا الشيخ بينتصر لكلامه دلوقتي، بيقول لك هنا اختلفوا في الاعتقاد الصحيح، ما قلنا اعتقاد صحيح الذي حصل، بس حصل به محض التقليد. فالذي عليه الجمهور، طبعا ده الجمهور مش كده لانه اختلف كلامه، احنا قلنا قبل كده انه اراد جمهور المتكلمين، لانه في المقدمات او في الصغرى قال جمهور اهل التوحيد، وقلنا انه كلام الشيخ السنوسي اختلف، يعني مش كله ايه، مش كله واحد. وانا عندي الايه النص اللي انا كنت كاتبه، شوف يا سيدي، أين كلام الشيخ السنوسي؟ نسبة السنوسي عدم القول ده، عدم الاكتفاء بالتقليد، نسبه هنا إلى مين؟ نسبه هنا إيه؟ إلى مين؟ أيوه، اقرأ النص كده. فالذي عليه الجمهور فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الإيه؟ الأشعري والأستاذ اللي هو أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغير العملية صعبة دلوقتي وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية، وهو الحق الذي لا شك فيه، وقد حكى غير واحد الإجماع عليه. الإجماع كيف إذا كان الجماعة اللي أنتم عارفينهم دول بيقول لك خالفوا اللي هم مين؟ طبعا هو مسميهم الايه الحشويه او الحشويه، وليها ايه تفسير. يبقى السنوسي هنا نسب الكلام ده لمين؟ للجمهور. وال يعني ناقص يقول سيدنا جبريل رايك. يبقى نسب عدم الاكتفاء بالتقليد هنا الى الجمهور، تمام، والمحققين، تمام. هذا يخالف ما قاله هو نفسه في شرح المقدمات. قال ايه في شرح المقدمات؟ وشرح عندنا موجود، من ان الجمهور على الاكتفاء به، يعني عكس هنا قال الجمهور لا، وهناك قال الجمهور يقولون انه يكفي. فيحتمل ايه؟ عايزين نفسر، يحتمل أن يكون أراد هنا جمهور المتكلمين وهناك جمهور غيرهم، عامة العلماء متحدثين غير فقهاء أصوليين، ده حل. أو أراد ويدل عليه إيه اللي يدل على أنه أراد هنا جمهور، كلمة الجمهور مش جمهور العلماء وإنما جمهور مين؟ علماء الكلام. يدل على ذلك ما قاله هو نفسه في الوسطى لما قال انه عدم الاكتفاء بالتقليد، قال هذا مذهب جمهور المتكلمين. اما هنا ايه قال الجمهور، يعني جمهور اهل السنة يعني مطلق وليس مقيدة بالمتكلمين، فدل على انه اراد جمهور المتكلمين وليس جمهور اهل السنة عموما، بدليل ما قاله في شرح الايه الوسطى، بيقول وهذا مذهب جمهور المتكلمين. طب في العقيدة الصغرى قال مذهب جمهور أهل التوحيد، أو يكون قد رجع عما ذكره هنا، لأنه الصغرى الكبرى دي بين ألفها في الأول، في أول إيه تأليفه، وبعدين تنزل إلى الوسطى والصغرى والحفيدة إلى غير ذلك. يبقى معناها إيه؟ انه كلامه ده متأخر وكلامه الاول ايه متقدم، فيبقى رجع. او ان يكون قاله من باب التشديد ولا مناقضة في كلامه، اذ هي ايه امور متباينة، فيحمل ان يحكي كل في كل مقام ما يناسبه، يعني هنا مقام تشديد
والأمور كانت صعبة، وكان في أول عمره وفي أول شبابه وداخل بحماس قوي، وبعدين لان قلبه وتكلم في وضع آخر، يعني الحال مختلف. يعني زي حكاية الفتوى ما تتغير بتغير الأحوال وتغيره، زي الفقه الشافعي القديم والجديد، يبقى في القديم كان كافر في الجديد فيه قولان. ممكن يلا شو يبقى عرفنا الآن دلوقتي الرأي ده اختلفوا في الاعتقاد اللي هو ايه حصل بمحض ايه محض التقليد، وقد حكى غير واحد ده كمان ده يقول لك ده الإجماع محكي، وثم استدرك بأنه الجماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلصنا منهم دون اللي هم وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية، تقرأها كيف الحشوية ولا الحشوية؟ يشبه الحشا، يبقى الحشوية بفتح الايه الحاء والشين، الحاء شاء بفتح الحاء والشين نسبة الى الحشا اللي هو الجانب والطرف. طب ليه سموا بذلك؟ لقول الحسن البصري عندما كان اوائلهم الجماعة الكبار بتوعهم في البداية كانوا يجلسون في الحلقة بين يديه، يقعدوا له كده جنب الركب بتاعه، فلما وجد كلامهم ساقطا وكلامهم بارد وكلام فراح ايه اتضايق، قال ايه خلوا الجماعة دول ايه على جنب كده، ردوا هؤلاء الى حشا الحلقة، يعني الى ايه الى جانبه، او سبب كلمة ايه حشاوية بفتح ايه الحاء والشين، افرض كانت بسكون الشين تبقى ايه الحشوية. ليه بايه معنى الحشوية؟ نسبة الى الحشو يعني اللغو، حيث زعموا ان في القرآن والسنة كلاما لا معنى له، قالوا القرآن والسنة فيه حاجات مش حشو كده. والشيخ السبكي قرأت له في جامع الجامع بيقول ايه بيقول ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكنو، بيرد عليهم ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية، لأنهم قالوا إنه يرد في القرآن والسنة ما لا معنى له، ثم قال ولا ما يعنى به غير ظاهره. شوف الإمام السبكي قال لا يمكن يكون في القرآن حاجة حاجة إيه ها ملاش معنى، أو حاجة لها معنى غير الظاهر إلا بدليل خلافا للمرجئة. يبقى المرجئة جوزوا أن يكون في القرآن في حاجة يعنى أو يراد بها غير ظاهرها، والحشوية قالوا ما هو أمر وأضل، قالوا ده في حاجات ملاش لازمة، يعني ممكن إيه نهذب القرآن أو والشيخ اليوسي له ايه تنبيهات، قال ايه ظاهر العبارة انه لا يرد في القرآن ما ليس له معنى في نفسه. طب الحروف المقطعة اللي في اوائل السور دي قال لا هي احنا لها يعني استأثر الله بعلمها او بعلم معانيها، يعني هي لها معاني بس احنا لا نعرفها، انما نفي المعنى من اصله ده هو القطع. قال وأما الحشوية فقالوا بجواز، لازم نقول هنا الحشوية نسبة إلى الحشو للمذهب عشان لا عشان النسبة هنا، وأن الحشوية قالوا بجواز ذلك بل وبوقوعه، ده مش عندهم جائز ده واقع، وذلك عندهم لما تسألهم عن حشوية يقول لك ملاش معنى، ما هو حشوية نسبة إلى إيه إلى الحشو. واختلفوا المحققون من أهل السنة قالوا إيه لا يصح الاكتفاء به يعني بالتقليد في العقائد، يعني معنى كده في الفروع ماشي، وهو الحق الذي لا شك فيه، وقد حكى أو حكي غير حكى غير واحد الإجماع عليه، وكأنه لم يعتد بخلاف، وبيتكلم عن نفسه هو اللي بيقول هو وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وإيه وبعض أهل الظاهر، يعني بعض أهل الظاهر برضو إيه ما وافقهوش، فلم يعتد بإيه أسقطهم فما اعتبرهمش،
إما لظهور فساده، يعني اللي هو إيه كلام الحشوية وكلام بعض أهل الظاهر، قال الفساد ظاهر يعلل عدم اعتباره في الإجماع، يعلل عدم اعتباره في الإجماع لما الحشوية وبعض أهل الظاهر، إما لظهور فساده، يعني فساد إيه رأيهم أو فساد قولهم، وعدم متانة علم صاحبه. المتانة دي مصدر إيه؟ متنة، الشيء بضم التاء، متنة، متانة فهو متين. ده في إيه الكلام ده؟ في كتاب الجوهر الصحاح. أو لانعقاد إجماع السلف قبله، يعني قبل الجماعة دولة، على ضده. وحصل أو حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال، يعني الرجل أمين سيدنا الشيخ بيقول لك رغم أنه هو بيقول ما عندوش غير قول واحد، لكن ذكر أقوال العلماء، ومنهم مين؟ ابن عرفة. قال ده فيه ثلاث أقوال، أنه مؤمن غير إيه؟ غير عاصي بترك النظر. القول الثاني أنه مؤمن لكنه عاصي إن ترك النظر مع القدرة. الثالث أنه كافر. خلاص كده؟ لا، الأول قبل ما ندخل في الأقوال دي، احنا عاوزين نعرف ايه التقليد، ما المراد بالتقليد، بس كده. والأول بعد نبني على، يعني حتى لو خدنا التعريف ده يكفي ايه في هذا الدرس. ما المراد بالتقليد؟ هل عرف هنا في الـ بص يا شيخ محمد قال ايه؟ الأخذ بقول الغير. قال تعريف التقليد، الأخذ بقول الغير. تعريف التقليد طبعا كله بيدور على الكلمة دي، لكن مع اختلاف. منهم من يعرفه كده، العمل بقول الغير. إذا في بعض العلماء عرفوا التقليد مش بكلمة الأخذ، بكلمة إيه؟ العمل بقول الغير. مين ده؟ ابن الحاجب أول ما عرف التقليد قال العمل بقول الغير. طب هنا الشيخ قال إيه؟ طبعا مش المصنف، المحش ماذا قال؟ الأخذ. ومنهم من يعرفه بالأخذ بقول الغير، زي مين؟ ابن السبكي. فالإمام ابن السبكي قال إيه؟ الأخذ، زي ما هنا إيه؟ الشيخ قال. طب هنا سؤال، إحنا خلاص بجهزة التعريف دائر بين أهل العلم، إما أن يقولوا في تعريف التقليد العمل بإيه؟ أو الأخذ بقول الغير، خد بالك. طب إذا كان التقليد هو العمل، مش كده؟ هو العمل بإيه؟ من قول الغير، فكيف يدخل في الاعتقاد المؤذن بأنه لا دخل للعمل أصلا؟ ما هو الاعتقاد ده مش عمل، العمل عمل الايه؟ الجوارح. فكيف دخل ايه في الأمور الاعتقادية وسمي المقلد فيها مقلدا، أو سمي الكلام فيها تقليدا مع أن التقليد هو العمل، ولم يقل هو اعتقاد معتقد الغير، وإنما قال هو العمل. وطبعا العقائد هي تسمى عقائد من غير النظر إلى إيه؟ إلى الأعمال. ده أول إيه؟ ملحظ. فإن كان هو العمل مش كده؟ فكيف يدخل الاعتقاد في التقليد؟ لأنه الاعتقاد ما فيش ايه دخل فيه للعمل، مجرد اعتقاد. الجواب ان العمدة هو الاعتقاد المأخوذ من الغير سواء عمل به او لا. يعني كونك، يعني احنا العمدة هنا ايه؟ في الاعتقاد، سواء كان مترتب عليه عمل او غير مترتب، او عمل به المقلد او لم يعمل، المهم اعتقد.
رأي أو إيه أو قول الغير. ليه؟ ضرورة أن كثيرا من المقلدين يعتقد ولا يعمل. مش في مقلد فاسق ما بيصليش، لكن يعتقد وجوب الايه؟ الصلاة. يبقى معناه هنا أهدى ايه؟ الإرادة على تعريف التقليد بأنه الايه؟ العمل. فقال لا، العمدة هو الاعتقاد، سواء كان معه عمل أو لم يكن، يعني مفتوح عمل به أو لم يعمل. طب نيجي لكلمة ايه؟ قول الغير. طب انا مش بعتقد قوله، ده انا بعتقد اعتقاده، وكمان ممكن اعتقد صحة فعله، يعني زي صلاة بدليل انه بقلده في الصلاة. يبقى هنا ليس المراد بالقول اللي هو ايه؟ مجرد القول، بل ما يعم القول والفعل والتقرير. فهنا أطلق القول، ولكن ليس المراد به أنه يحاكي قول غيره، ولكنه يسلم به أو يفعل. فكلمة قول هنا تعم الفعل وإيه؟ لا، هنا في مشكلة أخرى، الأخذ أو العمل ما فيش مشكلة. عندما قال الأخذ أو العمل بقول الغير، خرج ما لا يختص بالغير. يعني مثلا لو هو مثلا قلد معلوما من الدين بالضرورة، فلا يكون هنا مقلدا، لأن هذا ليس خاصا بالغير، بل هو أمر عام معلوما للكل، وليس لمن إيه قلده. يبقى هنا إيه؟ لو أنه زي ايه يخرج ما لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، فلا يكون أخذه تقليدا. هم غير حتى كانوا كثير، هم غير بالنسبة له. فين؟ هم غير بالنسبة له حتى لو كانوا كثير. مش على كثير، يعني هو ليس مختص بواحد دون واحد أو جماعة دون، بل هو معلوم للكل، وهو نفسه داخل فيهم المقلد. هنا لم يأخذ بقول الغير لأنه ليس مختصا بالغير. طيب آخر سؤال، هل يدخل في التعريف اعتقاد قول الرسول؟ وهو الرسول يعتبر غير برضه، فإن قلد النبي أو قلد القرآن مثلا، مش غيره ده ولا هو نفسه؟ غيره. لا، مش مأمور بتقليده. انت كده وقعتنا في اشكال. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على. ولذلك الالوسي والشيخ الثاني القاسمي قال لك هنا الوقف على لفظ الجلالة، خد بالك، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، بس على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالتابع لي يبقى على بصيرة، ومن لم يكن على بصيرة فليس بتابع، والمقلد ليس على بصيرة. يبقى خرج من ايه؟ بس على الوقف. ما هو الوقف مش لازم، وليس في القرآن من وقف ايه وجب ولا حرم غير ما له ايه سبب. يبقى هل يدخل في التعريف اعتقاد قول الرسول؟ بس خد بالك في ايه؟ في ما لا يصح الاستناد فيه الى السمع. ما هو اعتقاد قول الرسول زي ما انت قلت في الشيء اللي هو سمعيات وغيبيات، ما اصلا ما فيش مجال للعقل، انما هو قلد الرسول في ما لا يصح الاستناد فيه الى السمع، زي وجود الباري أو الوحدانية على قول أو القدرة. يبقى في هذه الحالة مع أنه استند لقول الرسول، بس في المسائل اللي تعلم من جهة النظر مش من جهة الوحي، ففي هذه الحالة يسمى مقلدا، مع أنه اعتقد مين؟ قول الرسول. فهل في هذه الحالة على رأي الشيخ يبقى كده لا يكفي؟ وهو بيقول لك هنا اعتقد قوله فيما لا يستند، لا يصح، فيما لا يصح الاستناد فيه الى السمع،
أما فيما يصح الاستناد فيه ده لابد لابد. والجواب بمراعاة الحيثية أي غير معصوم، لأنه لا تعرف عصمته حتى يعرف صدقه، ولا يعرف صدقه حتى ينظر في معجزته. تبالك دلوقتي، هو طبعا انت قول الرسول طبعا لا يخطئ وما ينطق عن الهوى، بس ده مترتب على ايه؟ على اعتقاد العصمة، واعتقاد العصمة مبني على صدقه، وصدقه مبني على معجزته، ومعجزته مبنية على النظر. فحينئذ يبقى الأمر في ايه؟ دور. فإذا أخذ هذا، يعني إذا أخذ منه شيء لم يكن تقليدا، ده بعض المحققين قال إذا أخذ من النبي أو من الرسول شيئا لم يكن تقليدا، ليه؟ لأن الاستناد إليه هو أصلا بيخرج من التقليد، مش بالدليل والبرهان، ده يعني معناه لما يستند لدليل أو برهان لا يكون مقلدا، ولما يستند لقول المعصوم يكون مقلدا. قال ده الاستناد إلى قول المعصوم أقوى من الاستناد إلى البرهان، لأن البرهان مهما كان البرهان يجوز فيه وقوع الخطأ، أما قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز. إيه يبقى معنى كده؟ الاستناد أو الأخذ بقول الرسول مع القطع برسالته ما يكونش تقليد، إنما لو كان كده بيقلد دون النظر إلى حيثية العصمة هنا يعتبر مقلد، يبقى زيه زي غيره، كأنه يقلد غيره. ولذلك تقليد الرسول غير تقليد القرآن والسنة، لأنه تقليد الرسول موجود، وعند الاشتباه مثلا حاسأل ويعتبر هو مش بمثابة الدليل، ده هو أقوى من الدليل. إنما تقليد الكتاب والسنة ممكن يعتقد ظواهر النصوص فيقع في التجسيم والتشبيه، واعتقاد ظواهر النصوص كما قال السنوسي نفسه أصل من أصول الكفر ومن أصول البدع. يبقى اعتقاد تقليد الرسول غير تقليد القرآن، من تقليد القرآن ممكن يقع فيه فيما يوهم، إنما هو ماشي مع نبي ورسول يقول لك أنا أعمل النظر وأفكر. بس هي المشكلة فيه هذا لا يكون إلا بعد النظر في إيه؟ في عصمته المبنية على صحة رسالته. يبقى إذن لو نظر خرج من التقليد، يبقى في البداية كان إيه؟ عارفا، ثم إيه؟ كان أصبح إيه؟ أصبح مقلدا في الأمور، يعني في الأول نظر في قضية النبوة فثبتت، أو ثبت صدقه فثبتت عصمته، وبعد كده قال لا أنظر يكفيني كده مش هبص في حاجة تاني، يعني سلم له وانقاد وأذعن. يلا يا شيخ محمد، وصلنا فين احنا دلوقتي؟ ابن عرفة مش كده؟ لا في الحاشية فين؟ قوله فالفاسد. ماشي، قوله فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه. نعم، قوله فالفاسد أي فالاعتقاد الفاسد، قوله أجمعوا على كفر صاحبه يقتضي أن كل اعتقاد فاسد، أجمعوا على كفر صاحبه مع أنه ليس كذلك. كاعتقاد المعتزلة أن العبد يخلق أفعال نفسه، ففي إطلاق الشارح نظر. أي يعني هو بيقول هنا الشارح بيقول إيه؟ بيقول فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه، يبقى هنا أطلق، يعني معناها أي اعتقاد فاسد يكفر، مع أنه ليس كذلك. فالمعتزلة اعتقدوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، وهو إيه؟ ها؟ غير كفري. ايوه، وهو لم يجمع على في اللي كفرهم بكده، بس هو غير ايه؟ هو فاسد ومعناه غير كافر. نعم. يبقى اذن المشكله في انه اطلق. نعم، يعني قال فالفاسد فشمل كل اعتقاد فاسد، يبقى ليس كل، والاولى ان يقول فالكافر فالفاسد الذي ايه؟ يكفر، في فاسد يكفر به، وفي فاسد يفسق به أو يوصف به أنه مبتدع وليس كافر، ومنه هذه المسائل.
يعني معناه الاعتقاد الفاسد ممكن يكون كفر وممكن يكون بدعة، فليس كل فاسد كفرا، أما كل كفر فاسد، يعني أي حاجة كفر فساد، لكن مش أي شيء فاسد كفر. لو كم من في أمور فاسدة حتى عند ال بلاش يا في ذا. قوله أنه آثم لازم لما قبله، ما هو دامت يكفر صاحبه يبقى كافر آثم مش كده؟ كمان له فيما بعد لازم لما قبله أتى به لأجل قول اجتهد أو قلد. لا حد يحسب أن المجتهد له أجر، يعني عشان ما حدش يظن انه هو من غير اجتهاد يأثم، اما من اجتهاد يعذر، لا في الحالتين ما يعذرش. قوله بخلاف من خالف كالقائل ان اجتهاد الكافر ينفعه، اللي انا قلت لكم عليه ده، قالوا والله الكافر اللي كفر كده زي الحمار كده ومشى مع الكفار بدون ما ينظر زي الدواب كده يأكلون ويشربون، ده رايح في داهية طبعا. انما في البعض يقول لك والله هو مسكين ده وحامل ايه اكثر من اللي عمله، قاعد يفكر تفكيره كده مشى مع الضلال. وانت فاكر الهداية مش بالتفكير، الهداية دي من عند الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. هو بيجتهد ويعمل فكره بس الشبه كلها قريب، مش ما هو مش عارف ده شبه ولا دليل، وبالنسبة له أدلة الله يبقى عميل. طب قل لي كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا برضو ما زلت عندي ميل للحكاية دي، بس ما ميل مش قلتش أنا والميل ده يعني بس مش كل الميل يعني، فلا تميل يعني بعض، ده من تأثير الشيخ مصطفى. أي والله صح، من تأثير المشايخ. أصله قال يعني النظر في الأدلة ده، هل العقول واحدة؟ أنا عقلي على كده آخر ما عندي ده، والله لو اديتني عقل زي عقل الأنبياء أو زي عقل أفلاطون، أفلاطون عقله كما ذلك بل طب عاوز يبقى عقل مين تاني؟ أينشتاين مثلا اخترع، والجماعة اللي هم الكبار دول ضلوا مع أنه عندهم إيه عقول. أنت عمرك والله ما حيبقى عندك حاجة منها خالص، بس ومع ذلك وصلوا بها الى ايه الضلال. وانا قرأت والله بنفسي، كان واحد اسمه ديفيد عبد بنيامين كلدان اللي هو عبد الاحد داود ده اللي عمل الكتاب اللي هو الحقيقة، سماه كده الحقيقة، رجل كان اسقف كبير وربنا ايه هداه وكتب كتاب عن الموضوع ده، واكتشف الاسلام بطريقة عجيبة بس مش عاوزين نحكي في القصة دي، وفي الاخر اعلن اسلامه. فلما سئل وكتبها في الكتاب والكتاب عنده ما يقول ايه، لما سئل عن سبب اسلامه فقال السبب الوحيد، شوف العبارة والله ما يقولها واحد متمكن، يعني شوف السبب الوحيد، يعني كان ممكن يقول مثلا اسباب كثيرة والسبب الاساسي مثلا، كان ممكن يقول كده مش كده. والراجل اللي بيجي في التلفزيون ده اسمه ابراهيم يستلف يقول ايه لما بيتكلم قريب كان الكلام على حرب اكتوبر، بيقول ليس الله تعالى هو السبب الاساسي يعني قال هو سبب انه نصرنا عشان التكبير مش، لكن مش هو الاساس، شوف يعني اعتبره سبب ايه ثانوي او يعني مش اساسي، يعني عاوز اقول السبب هو التكنولوجيا والعسكريه والاعداد والكلام ده، لكن ربنا ساعدنا شيء لكن مش هو الاساس. لما إذا كان القرآن يقول وما النصر إلا من عند الله، يبقى كيف ما يكون شو السبب الأساسي؟ وما فيش سبب غيره كمان، مش يعني هو وما ده حصل، وما النصر إلا إن ينصركم الله فلا ولا ينصرن الله من ينصره، ما فيش نصر إلا من عند الله مهما كده. صحيح ربنا أمرنا بالأسباب والأعداد، لكن حقيقة النصر ليست إلا من عند الله. ما كنا بنقول إيه قبل الزفت الدنيا عبد الأحد بيقول السبب الوحيد في اعتناقي للإسلام هو الهداية الإلهية، جواب في غاية التوفيق. شوف بيقول قال التي لولاها لكان ممكنا
أن تقودني جميع علومي وأبحاثي إلى الضلال. يعني أقول البحث العلمي ده كان ممكن يوديني للضلال مش للإيمان. إيه الفرق بين ده وده؟ الهداية الإلهية. عاوزين إيه أكثر من كده؟ فيعني كونوا الرجل اللي هو أعمى فكره عشان يصل إلى الحقيقة وما وصلش، يعني شوية كده. في قضية إن هو أعمى فكره لكي يصل إلى الحقيقة. أعمل فكره لكي يصل إلى الحقيقة دي هي فيها ملعى، يعني بيفكر عشان إيه؟ ولو فكر ليصل إلى الحقيقة كان يعني كان ربنا هذا؟ ده بيوراك إن هو أنت دخلت في تفكير وعرفته بيفكر عشان إيه؟ مش ممكن. ده راجل واحد، وأنا قرأت رسالة استغربت، واحد كاتب كان في بلاد الغرب في أسبانيا تمام، وراح بلاد المغرب وبعدين كان نصراني وأسلم، فزميله الثاني بيبعت له رسالة مكتوبة مطبوعة في كتاب لماذا أسلم صديقي، بيقول له فيها إيه؟ يعني بيتأسف وحزين، أما بالنسبة لي زميله في النصرانية ومسيحية، بالنسبة لي الثاني يعتبر إيه؟ شاقية شقاء الأبد. فالرجل مش هاين عليه العشرة والمودة، فبيقول له يعني إذا وصلك كتابي فراجع فكرك وأعمل عقلك واعلم بأن الله تعالى ثالث ثلاثة. يقول له كده ولا يجوز أن تفرد لله تعالى ما جمعه لنفسه. فربنا يهديك ويصلح حالك ويخليك تعرف الحقيقة. الرجل الثاني بينصح من منطلق إنه إيه ده الحق. فهي العقول المسألة والله هي الهداية، هي مفيش غير كده. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله فقد يكون كلامه، وإن كان يعني غير كلام الجمهور وغير كلام المحققين، لكن يمكن ما فيش عندك قاطع بكده. يلا قوله الذي حصل إلى آخره وصف إيه؟ كاشف. اللي هو إيه؟ الذي حصل لوحده التقليد. فين ده؟ هات المتن كده. واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد. فالذي عليه الجمهور الذي حصل وصف كاشف ماشي. يعني الحاصل يعني. قوله بمحض التقليد أي التقليد المحض، والتقليد الأخذ بقول واحد. تكلمنا في التقليد ده. قوله من أهل السنة. أهل السنة متعلق بكل. والمحققون من أهل السنة متعلق بكل من الجمهور والمحققين. يعني الجمهور من أهل السنة والمحققين من أهل السنة. عطف المحققين من عطف الخاص. ده يعني إيه المحققين دول أهل السنة ده؟ أقول لك ده خاص اللي هو المحققين، واللي قبله الجمهور عام. يعني كونه اللي قبله مش من أهل التحقيق بس من أهل العلم، أما دولة الخصوص يعني الراسخين يعني العلماء زيادة يعني اللي عندهم تحقيق. والمراد بأهل السنة علماء الكلام ما لا ما يشمل الفقهاء والمحدثين، إذ شوف ضرب في الفقهاء والمحدثين، إذ مذهبهم أن المقلد مؤمن ناجي. يعني طب إذا كان أهل السنة علماء الكلام، طب والفقهاء والمحدثين ما هم من أهل السنة برضه؟ عام مخصوص، عام أريد به الخصوص يعني. بس من أهل السنة يبقى الحمد لله، يعني مش الجمهور كله، ده الجمهور علماء الكلام زي ما قال كله. بدليل الفقهاء والمحدثين، وزيد على ذلك المفسرين والنحويين والبلاغيين والأصوليين كله إيه؟ على أنه ناجم. قوله أنه لا يصح. تتصور في كلام للمعتزلة يحل لك المشكلة دي من أساسه، بيقولوا النظر والمعرفة ده ربنا ما أمرش به الناس كلها، أمر اللي عنده أهليه، وفي ناس تاني أمرهم بإيه؟ بالتقليد، لأنه ما عندوش أهليه، لو فكر حتحرك عنده السواكن وممكن يضل، فخليه كده متابع من غير إيه؟ الأحسن له ألا يفكر. وفي البعض قال لك في ناس خلقوا كده لا لتفكير ولا لغيره، بس عشان ينتفع بهم المفكرين والعلماء زي قال الخدم والعبيد ومش عارف ايه، فاعتبرهم دول ما ينفعش يقلدوا ولا حيخليهم كده موجودين كده لنفع الاخرين، كانهم يعني خدم كده او يعني عشان يجيب القهوه ويكفل الباب
ولوش دخل به لا بعلم ولا بفقه ولا بدليل ولا بغيره، بس الكلام طبعا ده فيه يعني، قال كل واحد مأمور بما يناسب ايه تكوينه او استعداده. يا سلام. يلا. قوله من اهل السنة، ما خلاص زي قلناها، قوله انه لا يصح، الحق ان التقليد يكفي في الحق. الشيخ الحامد ده رضي الله عنه ورحمه الله ونفع، الحق ان ولا وهمه الحق ان التقليد يكفي في عقائد الايمان، وان ايمان المقلد صحيح. وقد نقل والنظر اول واجب، قال هو ان ياثم بتركه خلاص، بس اذا كان عنده اهليه ما عنده ابن عرف حل المشكله، قال ده ثلاث اقوال. فالشيخ مشى على كلام ابن عرفه، قال والسنوسي ده ربنا يسامح. وقد نقل عن الأشعري أنه رجع لهذا القول. وقد نقل، احنا فين في تحت، وقد نقل عن الأشعري أنه رجع لهذا، يعني هو أصلا في الأول بيقول إيه، والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري. لما احنا في الأزهر أشاعر، لما ناخذ بكلام الأشعري ونكفر المقلدين، قال لك اطمئن الإمام الأشعري رجع. وكمان المصنف نفسه في شرح الصغرى والمقدمات، احنا تعبين نفسنا ايه، خلاص ما دام رجع مقومين الدنيا ليه. قوله لا يصح الى اخره، لا يتحقق معه النجاه من الخلود في النار. يعني مش لا يصح يعني في الدنيا، في الدنيا ماشي، ما هنا في الدنيا خلاص كده. قوله هو الحق من عند الشارح أتى به ترشيحا لما قبله، ما هو يعتقد أن هذا قوله، وكأنه أي من حكى الإجماع، قوله لم يعتد كده، وإلا فالخلاف موجود. يعني لو يعني اعتديت ما اعتديتش في خلاف كده. قوله بخلاف الحشوية أي القائلين بكفاية التقليد في العقائد، والحشوية بسكون الشين نسبة للحشو، مش كده؟ لقولهم في القرآن كلام حشو لا معنى له، خرب بيتكم. و ده احنا بنعالج في مشكلة التقليد، تروح توقعونا كان حيجبنا كلامهم على كده، بس لولا الكلمة دي. فاحنا دلوقتي عاوزين نتعصب للسنوسي كراهية لهؤلاء، وبفتحها نسبة للحشا، وهو الجانب لقول الحسن لما قعدوا نكدوا عليه، قال خلاص حين تكلموا معه كانوا يجلسون في حلقته بين يديه، فتكلموا بكلام ساقط، ردوا هؤلاء إلى حشا الايه الحلق أي جانبها، زي ما تلقى عيل في الفصل بليد تقول له خليك ورا، زي كده بالظبط، ارجع ورا هتعمل له ايه، هتطلع من الفصل خمسة. أي فمخالفتهم لا تبطل الإجماع. قوله فساده أي الخلاف، قوله عدم عطف علة على معلول، مش كده؟ أي عدم قوة علمه توجب عدم الوثوق بقوله، يعني العلة على إيه؟ على معلولها. قوله قبل أي قبل ظهور خلاف الإيه؟ الحشوية، فخلافهم خارق للإجماع فلا يعتد به. قوله وحصل، لو وحصل أي جمع، لو مين؟ الشيخ ابن عرفة رحمه الله تعالى. وحصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال، الأول أنه مؤمن غير عاص بترك النظر. هو مش ثلاثة، هو حصل ثلاثة، لكن هم يمكن ستة مش كده؟ أو يمكن وصلوا أكثر من ستة. الثاني أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر. القول الأول إيه؟ مؤمن غير عاص. قوله الأول إلى آخره سواء قدر على النظر. خد بالك لما يبقوا ثلاث أقوال، مؤمن غير عاص بترك النظر، مؤمن عاصي بإيه؟ إن ترك مع القدرة. طيب الثالث كافر. يبقى معنى كده إنه النظر حكمه إيه؟ لو كان كافر يبقى النظر واجب، واجب أصول. ولو كان مؤمن غير عاصي يبقى النظر مندوب.
ولو كان مؤمن عاصي يبقى النظر واجب بس وجوب فروع. الله يختلف على كده حكم النظر. وهو لو كان مؤمن مطلقا يبقى معنى كده النظر مستحب فلا يعصي بتركه. طيب وإن كان كافر يبقى ده واجب وجوب أصول. لو وإن كان مع القدرة يبقى يعني هنا إيه يأثم بتركه يبقى واجب وجوب إيه فروع. هذا هو إيه قوله إيه الأول. وحصل أي جمع قوله الأول سواء قدر على النظر وتركه أم لا يعني مؤمن مطلق. وعلى هذا وهذا على أن النظر مستحب. وهذا على أن النظر مستحب. قوله الثاني إلى آخره هذا هو المعتمد خلافا للشارع يعني أنه هو مؤمن عاصي إن كان فيه أهلية هو ده المعتمد بناء على أن النظر واجب وجوب بدليل عصيانه لا وجوب الأصول بدليل الحكم عليه بالإيمان لأنه لو كان واجبا وجوب الأصول لما حكم عليه بالإيمان. قوله مع الإيه القدرة هذه زيادة من عند الشارح وليست في كلام ابن عرفة ولعل ابن عرفة تركها نظرا إلى أن كل بالغ عاقل له قدرة على النظر قال إيه الداعي يقول مع القدرة ما دامت هو بالغ وعاقل مش عاقل يبقى عنده الآلية أو إلى أن الشخص لا يخاطب إلا بما هو قادر يعني لو كان غير قادر يبقى إذن مش مخاطب. قوله الثالث يعني القول الثالث هو إيه أنه كافر كافر لا حول ولا قوة مبني على القول بأن النظر واجب وجوب الإيه؟ الأصول كالإيمان. قوله ونصه أي ابن عرفة لا يرجع ونصه في شامله الذي يعني احنا كنا فاكرين الشامل ده كتاب لمين هو في كتاب نفس الاسم الشامل لمين لا في إمام الحرمين في كتاب لابن عرفة اسمه الشامل نفس الاسم وذلك قال ونصه في شامله يبقى الشامل ده اسم كتاب لابن عرفة غير الشامل بتاع مين بتاع إمام الحرمين يعني عندك شاملين دلوقتي مفهوم؟ طيب ونصه في شامله الذي حاذى به طوالع البيضاوي يعني الشامل بتاع ابن عرفة غير بتاع الدكتور ده حاذى به طوالع ده في علم الكلام هذا به طوالع البيضاوي يعني الكتاب الشامل بتاع ليس طوالع البيضاوي بيقول التقليد التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم لانه لو طلع ايه المعصوم ما يعتبرش اخذ به تقليدا فيخرج اعتقاد قول الرسول والايه الاجماع طب ليه يخرج الاجماع الاجماع قطعي ايوه وبعدين الاجماع ما يعتبرش قول الغير اذا اجماع كل اتفاق مجتهد الامه ده وبعدين فيخرج ايه فيخرج اعتقاد قول الرسول والاجماع ومعرفة بالرفع كده لا 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 فيخرج اعتقاد قول الرسول واعتقاد الإجماع ولا والإجماع والإجماع يعني ويخرج الإجماع لا يكون باتباعه مقلدا ويخرج ولا اعتقاد التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم ماشي فيخرج اعتقاد قول الرسول اعتقاد وقول الإجماع لا الإجماع مش قول الإجماع ممكن يكون إجماع عملي أو إجماع سكوتي يبقى معطوف على اعتقاد بالرفع بدليل ايه ومعرفة مدلول الشهادتين وانا نفس انت عاوز ايه عاوز كلمة ايه تكسرها ليه بس شوف كده والاجماع ايوة خرج اعتقاد قول الاجماع اي لا بس ده التفسير ده مولانا اعتقاد قول الاجماع ماشي ما خلاص لو هي بس في المعنى معطوفة على ايه على اعتقاد فيخرج اعتقاد قول الرسول والاجماع ومعرفة مدلول الشهادتين اكسرها يا مولا
على أساس الإضافة يعني تقدير أنه قول الإجماع، يعني القول اللي حكي عن الإجماع. الإجماع نفسه لا يعتقد، لكن قول الإجماع هو ما هو ما احنا بنعتقد إيه الإجماع ممكن يكون قول فعل، فهنا نقول القول نكسره ونقول ما يشمل الفعل والتقرير ويشمل الإجماع السكوتي. طب ماشي خلينا في الإجماع بالكسر وبعدين ها ايه عدم التقدير اولى من التقدير. ما هو الشيخ في الحاشيه قال كده عشان ما مش عشان ما خالفش الشيخ محمد، عشان ما خالفش الحامدي. ثم فهمتاش قال وخرج اعتقاد قولي، هو قال كده شو من الكتاب معاك ان انا ده قولي غير معصوم، انه هو الحامدي مش معصوم برضه بس عشان التقدير. ماشي طيب فيخرج اعتقاد حتى لو ما قدرتش انه في مضاف محذوف وهو قول، حيبقى ايه المحذوف؟ اهل الاجماع. حيبقى هنا في مضافين قول اهل الاجماع، فبدل ما نكسر اثنين نكسر واحد، لانهم معصومون فيما اجمعوا عليه لقوله لا تجتمع أمتي. قوله ومعرفة أي وخرج عن التعريف مع هنا مرفوعة دي قولا واحد. الحمد لله أنا كل اللي يهمني رفع المعرفة، إنما دك جريتها رفعتها مش هيترتب على شيء. لا بيبقى إذن يخرج ما؟ اعتقاد قول الرسول، اعتقاد قول الرسول فلا يكون إيه فلا يكون تقليدا، ويخرج اعتقاد قول أهل الإجماع فلا يكون تقليدا، ويخرج معرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة إما بدليل إجمالي تمام كده معجوز عن تقريره، إجمالي معجوز عن تقريره وحل شبهه، أو تفصيلي مقدور عليهما فيه. خد بالك ناصر اصبر كده شوي. يبقى الأول قال يخرج اعتقاد قول الرسول خلاص معصوم ماشي، ويخرج الإجماع ومعرفة تدليل اللي يعرف مدلول الشهادتين يخرج عن التقليد لأن بهما يعني الشهادتين دول إيه بيتضمنوا أو يستلزموا معاني إيه الدين كله، مش قال كده وجامع معنى الذي تقرر، فإذا عرف المدلول كيف يكون مقلدا؟ لا إذن بمدلول الشهادتين يعرف الفرق بين المقلد والعارف. فلو سألت واحد ايه مدلول الشهادتين بيدل على ايه وسكت يقول ده مقلد، تكلم ولو بايه بدليل اجمالي حتى ما عرفش يفصل او عنده دليل بس دليل في الجملة او دليل تفصيل. يبقى اذا عرف مدلول الشهادتين ولو بدليل جملي، ولذلك الامير لما عبد السلام في الحاشية قال العوام عارفون وليسوا مقلدين. ليه؟ لانهم عندهم الدليل الايه المركوز في العقل، مركوز عندهم بس مساكين ما يعرفوش المقدمات والشكل الاول والشكل الثاني، لكن الفطره مركوز في فطرهم كما قال الاعرابي. ده الاعرابي ما قالش دليل اجمالي، ده جاب دليل تفصيلي، البعره تدل على اثر الاقدام يدل افلا ايه ده عالم من علماء المنطقه بس مش على الصياغة الايه المنطقية. يبقى اذا كان يبقى اذا من هو المقلد؟ مش المقلد اللي هو لا يعرف الايه التفصيل، وانما هو اللي ما عندوش دليل اصلا لا اجمال ولا تفصيل، وعندئذ تحدث مشكلة. يبقى اذا كان في دليل ولو اجمالي كان في التقليد، يبقى معنى كده فين المقلد؟ مش موجود غير في الكتب، لأنه لو شفنا أي واحد مهما كان عاميا نجد عنده دليل جملي. حتى أجهل العوام لو قلت له مثلا الكون ده موجود من غير إله يقول لك كيف ده؟
يا أخي ده أنت مجنون، لو قلنا لك في مركب عدت البحر وركبت من غير هتصدق؟ هقول له، يقول له كيف يعني؟ مش معقول، ما فيش بعرة من غير بعير، ما فيش إيه؟ يبقى ده عنده دليل ولا ما عندوش؟ بس كل ما في الأمر إذا طرأت شبهة لا يعرف الرد. يبقى إذن هنا إيه؟ صورة المقلد تكاد، مش عاوزين نحكم بنفيها. المقلد أصبح كالأعمى الذي يسير وراء أحد، الأسلم أسلم وراءه، الكفر كفر وراءه. هو ده المقلد بغير برهان وبغير كذا. طب هل ده موجود؟ في واحد ماشي كده زي البهيمة؟ لا، ده في مقلد. الشيخ السبكي لما حقق مش كده فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. وبعدين مين قال؟ فابنه لما حقق فيه التفصيل والكشف حقق فيه القول. مين تاني مع فابنه السبكي؟ مين تاني معاه؟ إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده فرد. فبعض القوم يحكي الخلفة، وحقق قوم فيه الكشفة، مش كده؟ مين؟ قال عليه القول الغير كفى وإلا هذا السبكي اللي هو قال كده، وحد معاه تاني مش متذكر. يعني معنى كده إنه هو إيه؟ المقلد ده الذي أبله مثلا أو بليد أو لا يفهم الأدلة. أما العوام ليسوا في الحقيقة مقلدين، خلاص؟ إنما العوام مقلدون في الفروع وليسوا مقلدين فين؟ في الأصول. ومعرفة مدلول الشهادتين والمعاد والفتنة إما بدليل إجمالي معجوز، كلمة معجوز ده وصف كاشف لما قبله، وكذلك كلمة مقدور وصف كاشف لما بعده. يعني دليل إجمالي، والإجمالي هو إيه؟ المعجوز عن، يعني كأنه الإجمالي هو المعجوز عن إيه؟ تقريره وحل شبهه. يعني ما يعرفش يقرر الدليل وما يعرفش يحل ليه؟ ده أبو التفصيلي مقدور عليهما، عليهما على إيه؟ على تقريره وحل شبهه. خلاص، يبقى الضمير هنا عليهما، التثنية على إيه؟ نقرأ بس كده الحاشية ونقف عند كلمة ففي إيمان ذي التقليدي، نسيبها دي إيه للدرس الجاي. يلا بس الحاشية. قوله نرجع لا ترجع عربي ده قوله محصل إعجابه. قلنا هذا هو المعتمد مع القدرة. قوله ونصه ابن عرفة. قوله حال أي سلك فيه مسلك الطوالع في التراجم والأبواب والمسائل. قوله جازم وصف كاشف. قوله لقول متعلق. خد بالك هنا الشيخ بيقول على إيه؟ على الاعتقاد جازم وصف كاشف. يعني إيه معنى وصف كاشف؟ لأن الاعتقاد لا يكون إلا جازما، فيكون كلمة جازم وصف كاشف، مش كده؟ لكن يطلق الاعتقاد على ما سوى اليقين، يعني يطلق عليه ما سوى اليقين، فحسن تقييده بالجازم لإخراج غيره، إنه الاعتقاد قد يكون غير جازم، أما غير الجازم لا يعتد به. مولانا اللي أدخل الاعتقاد في جملة الجازم ده الشيخ السنوسي. أيوة. لكن ده كلام مين؟ كلام أيوة كلام نص ابن عرف. صح لكن أنا عاوز أقول لك إنه لا يختص الاعتقاد باليقين بالجازم. ففي اعتقاد غير جازم ولكنه لا يعتد به. يبقى ده كاشف باعتبار كلام الشيخ السنوسي. ما باعتبار كلام السنوسي. باعتبار الشيخ ابن عرف. ماشي. ده للتقييد. قوله لقول متعلق باعتقاد، مش كده؟ نعم. واللام للتقوية، ثم إن المصدر الموصوف يعمل إذا كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا. يعني بيقول لك المصدر، شوف كده خد بالك، المصدر بيعمل عمل الفعل، عارفين الحكاية دي؟ زي إيه؟ ضربا زي ده. طب المصدر بس يعمل عمل الفعل بس بشرط إنه لا ينعت، لأنه نعت المصدر هيخليه اسم، لأنه لا ينعت إلا الأسماء. ف
فعشان كده قالوا شرط إعمال المصدر ألا يكون موصوفا، لأنه الوصف من خصائص النعت، من خصائص الايه؟ الأسماء. فبيقول لك المصدر الموصوف يعمل إذا كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا، يعني هو أصلا المصدر لا يعمل إذا ايه وصف، لأن الوصف أو النعت يحوله إلى ايه؟ إلى اسم مش فعل، لأن النعت من خصائص الأسماء. لا، لكن تساهلوا في ايه؟ إذا كان المعمول مش منصوب نصب صريح كده أو مرفوع رفع، إذا كان ظرفا أو جارا أو، فهذا ايه؟ سهل ايه؟ إعمال المصدر الموصوف، لأن المجرور الجار والمجرور والظرف يعمل فيه العامل الضعيف والعامل القوي. فهنا سهل انه المعمول ظرف وجار ومجرور ومش ظاهرة عليه هيئة الإعراب، فالمسألة سهلة هنا. يعني مثلا ما تقول أعجبني ضرب زيد عمرا مبرح، على انه مبرح صفة ليه؟ للضرب، هنا جائز لأن المصدر وصف بعد إعماله. النعت تأخر. أما إذا جبتها قبل الإعمال تعمل إيه؟ تفرمل. يعني كأنك سديت عليه الباب فيروح يرتبك، ما لا يعمل. إلا إذا كان إيه؟ المعمول ظرف أو جار ومجرور. فخد بالك من شروط إعمال المصدر وارجع للألفية. يلا. قوله فيخرج اعتقاد قول الرسول من كلام ابن عرفة أتى به تفريعا على التعريف الذي ذكره، أن يخرج بقوله اعتقاد جازم قول الرسول والإجماع. فهذا علم لا تقليد، يعني اتباع قول الرسول وقول الإجماع علم لا تقليد. يعني كيف أسأل كيف صار علما؟ ده هو متبع، لأنه نشأ عن السمع اللي هو أحد. يا أخي قول لنا، أنا دلوقتي العلم عند مين؟ عند الرسول نفسه مش عند المقلد. يعني تبر أنت الرسول وأنا ماشي وراك يمين يمين شمال شمال، فالعلم عندك أنت ولا عندنا؟ عندك أنت بصفتك رسول، وأنا مهما كنت مقلد يعني تابع، بلاش مقلد، احنا قلنا مش مقلد ما دام تتبع قول الرسول مش مقلد. فكيف صار هو بيقول لك هنا ايه؟ فيخرج قوله قول الرسول. فين الكلمه يا شيخ محمد؟ فيخرج اعتقاد قول الرسول. بيقول هنا فهذا ايه؟ تفريعا على التفريع الذي ذكره، ان يخرج بقوله اعتقاد جازم فهذا علم لا تقليد. احنا عاوزين قول الرسول. قوله متعلق بما لا تتوقف. يبقى هنا اعتقاد قول الرسول يصبح علم مش ايه؟ مش تقليد. طب ليه؟ مع انه هو مش عارف العلم مش عنده. ما هو متى يكون خرج المقلد عن كونه مقلدا؟ اذا حصل عنده العلم، لا عند مقلده. الرسول على القياس قال لك قول المعصوم في الحد الاصل. لا مش كده، لان احنا قلنا البرهان او الدليل يحتمل ده، يعني كانه الدليل هو نفسه الرسول، فأصبح هو البرهان نفسه بدليل انه هو لا يخطئ والبرهان يمكن يخطئ، فصار عنده ايه؟ علم. العلم بايه؟ بانه ده رسول، مش العلم بالدليل في ذاته. يلا. العصمة. قوله قول الرسول اي قوله المتعلق بما لا تتوقف المعجزة عليه، يعني في اشياء تتوقف عليها المعجزه وفي اشياء لا تتوقف. يعني ده تقييد بقى من الشيخ الحامدي كده. نعم. قوله المتعلق بما لا تتوقف المعجزه عليه كقوله الله سميع بصير متكلم، يعني السمع والبصر لا تتوقف المعجزه على كون الله سميعا او بصيرا، وانما تتوقف على الوجود، تتوقف على القدره، تتوقف على الاراده. ولا تتوقف، لأن هذه قلنا إيه؟ الصفات
اللي يتتوقف عليها المعجزة كام يا شيخ محمد؟ اللي تتوقف عليها المعجزة لا تسعة تسعة اوعى تنسى تسعة اي هم التسعة تاخذ صفة الوجود أربعة نفسية وأربعة من السلبية وتأخذ أربعة من المعاني اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة يبقى الصفات التي لا تتوقف عليها المعجزة ثلاثة السمع والبصر والكلام المعجزة عن الخلق الفعل يعني هل الله تعالى خلق للعالم متوقف على أنه سميع وبصير متوقف على أنه قادر وحي وعالم ومريد وواحد وقديم وقائم بنفسه ووضع الوحدانية فيها ايه فيها كلام هل دليلها عقلي ولا دليلها نقلي يبقى الصفات اللي هي دليلها عقلي هي التي تتوقف عليها المعجزة واللي دليلها نقلي لا تتوقف عليها المعجزة الا صفة الوحدانية اختلفوا فيها يبقى اذا لو اضفنا الوحدانية حيبقوا كام عشرة ولذلك جاب لك هنا ايه الله فاعتقاد ذلك بعد سماعه لا يقال له تقليد لأنه هنا دليل نقل والمعجزة لا تتوقف عليه بل إيه بل علم مش لا يقال تقليد أما إذا قال الرسول طب علم فين الدليل الدليل قول الرسول نفسه ما هو أنا ما عنديش دليل عقلي الدليل هو إيه النقلي أما إذا قال الرسول الله حي قادر عليم فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير نظر في الدليل العقلي كان مقلدا لأنه لم تثبت رسالته إلا بالمعجزة والمعجزة متوقفة على هذه الصفات وحينئذ فلا يحصل العلم بهذه العقائد من قوله واضح الدليل مش واضحة قولوا مفهومة ده يلا مفهومة بس خلاص نعتبره كده مقلد ما قلنا لك يعتبر مقلدا في الأمور اللي هي أصلا دليلها عقلي وخذها من الرسول وكذا مقلد مع أنه أخذ من الرسول إنما اللي هو لا تتوقف عليها المعجزة زي السمع والبصر والكلام لا يعتبر فيها مقلدا لأنه لا مجال فيها للعقل مش هيجيبها بالنظر دي إنما هيجيب الحياة والقدرة والعلم يجيبها بالنظر فكون يسيب النظر ويأخذها من الرسول يبقى مقلد إنما نعم هو ما سابش النظر برضه لأن هو برضه النظر هو اللي أنتج النبي معصوم والنبي يأخذ منه لا احنا بنقوله كده يعني أفرض هو أخذها من الرسول من غير نظر خد الله سميع الله بصير الله مثل لأنه دي مش هيجيبها بالنظر أبدا خد الله فخد خد دي يبقى هي في دي غير مقلد لأنه ما فيش طريق فيها للنظر أما إذا خد من الرسول الله عالم الله حي الله مريد الله قادر فهنا مقلد إلا إذا أخذها بالدليل العقلي ثم اتبع فيها الرسول لأنه أصلا مش مقلد ده يعتبر كلام الرسول مؤيد لما عنده من النظر مفهوم يا شيخ محمد لسه مفهوم طيب خلاص مالك زعلان ليه فالسامع إذا اعتقد أما إذا قال الرسول الله حي قادر مثلا فالسامع ما ينفعش لو قال كده يبقى مقلد فالسامع إذا اعتقد ذلك من غير نظر في الدليل العقلي كان مقلدا لأنه لم تثبت رسالته إلا بالمعجزة والمعجزة متوقفة على هذه الصفات وحينئذ فلا يحصل العلم بهذه العقائد من قوله ما ينفعش يحصل العلم من القول ليه لأنه هنا فيها دليل عقلي قوله هو الإجماع أي وخرج اعتقاد قول الإجماع أي أهله لأنهم معصومون فيما أجمع طب منين جت عصمة الإجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة قوله ومعرفة أي وخرج عن التعريف معرفة مدلول أي خرج عن قول اعتقاد إلى آخر لأن المعرفة غير الاعتقاد لأنها حكم الذهن المطابق عن دليل موضوع الإجماع ده يخلينا ننظر تاني في اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي مسألة اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم والتفرقة بين ما دليله نقلي وما دليله عقلي دي يعني هي برضو فيها كلام سيب الكلام خليه ماشي. لنفسك طيب الإجماع الإجماع ما خلاص ما أقول لك لا تجتمع عشان ده مستند إيه قول الرسول لا تجتمع أمتي على ضلال ماشي فخد قول الإجماع في كل شيء من غير نظر
من ايه؟ من غير نظر بتقليد قلد. اي لا بس هنا اصل الاجماع لا لا يقال. ما الفرق بين تقليد قول الرسول وتقليد قول اهل الاجماع من الامه؟ يعني يعتبر كده قول الرسول لانه الاجماع لا حجه له الا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طب اذا كنا ذكرنا يعني كانه بيفسر يعني ايه قول الرسول، اما يكون قول له او قول اجمع على مع يعني ما هي حجيه الاجماع؟ مش في قول الرسول او في مستند؟ لا له مستند. مستند ايه؟ وذلك بقول خرج الإجماع لا لذاته وإنما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الله، هذا هو دليل الإجماع، فأصبح غير مقلد. يعني لو أهل الإجماع اتفقوا على أن لا إله إلا الله فهو هو أهل معهم لا إله إلا الله، يعني كده تقليدا مش مقلد. لا هو يعني هم مثلا مش مستندين. مستهدين. إجماع الأمة مش أي إجماع أفرض مثلا إجماعنا على 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 الشرك الإجماع مثلا. الإجماع قطعي، لا الإجماع قطعي ولا تتبع الأمة على ضلالها. ده مرة كان حصل مع اللي موجودة في سورة لا في سورة طه في إيه سيدنا هارون لما راح سيدنا موسى راح قال له إيه لما راح غاب سيدنا موسى عنهم ورجع لقوم بيعبد العجل وكان مشدد على مين؟ على أخيه هارون. قال يا ابن أمه لا لا لما قال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع ألا تتبع أفعصيت أمري مشدد عليك. قال يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي. فخذ منها واحد من مشايخنا أنه يقول أنا خفت أفرق بينهم فخلتهم مجتمعين ولو لو انا ايه دخلت وصيهم وقعدت اقول لهم حينقسموا الى قسمين فقلت اجمعهم على ضلاله خير من تفرقهم على هدى. ماشي كانوا يقولوا كده الاجماع ولو كان على ضلال، وهنا لا يمكن يكون في اجماع على ضلال. ليه؟ لانه مستند الى قول المعصوم. هل حصل مرة واحدة اجتمعوا على ضلالة؟ اجماع حجة هذه الأمة عشان الله. واحد بيتكلم في الأمة احنا نتكلم في حد ثاني. يعني هو عم ينظر لأنه يعني ما اجماعهم في الضلال يعني معناه يقول خشيت يعني العلة ايه سبتم ليه رغم انهم ضلوا أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي. عاقبة التفرقة أشد من عاقبة اجتماعهم على الضلال. يعني يسيبهم على الـ على الـ يعني إما يتهدوا مرة واحدة يضلوا مرة واحدة، ما ينفعش يحصل حرب. يلا. سيب الإجماع الوقت لما ربنا يهدينا. قوله ومعرفة أي وخرج عن التعريف معرفة مدلول إلى آخره، أي خرج عن قوله اعتقاد إلى آخره. لأن المعرفة غير الاعتقاد، لأنها حكم الذهن المطابق عن دليل. ماشي. وأما الاعتقاد فلا دليل معه. عشان كده قال أه لا سبب. في دليل. وقوله مدلول الشهادة المراد مدلولهما التزامه، مش كده يلزم منهم كام عقيدة من الشهادتين 50 عقيدة مش كده؟ لكن يرد أن من أقر بأنه رسول الله فقد صدقه في كل ما جاء به ومن جملته المعاد والفتنة. فلما أخرجه. طيب. وحينئذ فلا حاجة لذكرهما إلا أن يقال ذكرهما اهتماما بأحياء من باب الاهتمام. أما إن أريد المدلول الصريح مش للالتزام للشهادتين وهو ثبوت الوحدانية لله والرسالة لسيدنا رسول الله سيدنا محمد فمفاده أن معرفة العقائد المغيرة لهذه العقيدة بالدليل لا تكون خارجة مع أنه ليس كذلك. قوله والمعاد أي ويخرج معرفة أحوال القيامة من الحشر والنشر والصراط. وقوله والفتنة أي ويخرج معرفة الفتنة أي سؤال الملكين، هذا والأولى حذف المعاد والفتنة لأنهما من السمعيات المستفادة من قول الرسول فيدخلان فيه. وذلك لك ذكرهم اهتماما بس الأولى هم داخلين أصلا لأن المراد بقول الرسول ما جرى على لسانه قرآنا أو سنة. ده بعدين دي مش محتاجة نظر أصلا. بعدين يعني السمعيات دي مش محتاجة نظر أصلا مش لأن أصلا ما فيش مجال فيها للنظر. ما ينفعش فيها بقى اجتهاد وتقليد ما ينفعش فيها دي تؤخذ من الرسول على طول مباشرة.
قوله إما بدليل إجمالي معجوز عن تقريره راجع لقوله معرفة، معرفة مدلول الشهادتين. يبقى خلينا عشان ما نطولش كده، احنا دخلنا في الساعة دلوقتي الساعة 8:30، ده فطرت لسه 7:30 كفاية. خلينا عند إيه؟ إما بدليل إيه؟ إجمالي معجوز عن تقريره وحل شبهه، والله تعالى أعلم. خليكم بس فاكرين، خلينا من أول ومدلول مش هينفع، إما بدليل، إما بدليل إجمالي معجوز بس. لما نيجي بقى نقول لهم أنت دلوقتي هنجيب وعايزين موضوع برضو تعريف المقلد يا مولانا، نجمع كده مجموعة من تعريفات إن شاء الله، يعني لو عندكم تعريفات أخرى للمقلد شوفوها، بس هو هو بيقول لك لا يخرج هذا، لأن حضرتك قلت إن المقلد كده أصبح يعني إيه، يعني وجوده نادر جدا للغاية يعني بهذا الشكل. وهو قال كده ده دليل جملي، والدليل الجملي مرفوض في فطر العاصي فلا يجوز. انا بحثت شوف كده اسمع يا بني ادم، يعني ما خلصناش لسه، ده احنا قفلنا الكتاب لكن لسه ما خلصناش حكايه ايه المشكله دي، عاوزين مزيد بحث فيها. احنا ما يهمناش لا معانا امتحان ولا معانا مقرر ولا يحزنون، ومحدش ضيع العلم غير الجامعات عشان تبقى عارفة. العلم هنا اساسا في تحت الاعمدة والسهر فيه والحرص عليه والمداومة، تمام. لن تنال العلم الا ايه بستة كان زمان، دلوقتي ب12 يعني كل جمل له ايه زيادة. فهي في اشكالية محيرة الواحد الى الان، يعني ما اخفيش عليكم، نعوز اشوف فين المقلد ده. قلنا هو بيقول لك اما بدليل بدليل اجمالي معجوز عن ايه عن تقرير، والعوام هكذا عندهم الدليل بس ما عندهمش ايه، ما يعرفوش يرد على الشبهه ولا يعرف يقرر يذكر ايه تقرير الايه الدليل، لكن المضمون موجود. ولذلك يحكى، وده الكلام ده هيجيبه السنوسي نفسه بعدين، انه عمرو بن عبيد او مين في المعتزله من كبار المعتزله كان يقرر المنزله بين المنزلتين، فقامت له ايه امراه عجوزه، يعني كان بيقول في ايه في مؤمن وفي كافر وفي حاجه بين الاثنين، لا مؤمن ولا له المنزله بين الايه، فقامت له امراه قالت له ايه يا ابن عبيد ان الله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر المنزلة الثالثة. فلو كان موجود حاجة ربنا جابها. فأفحمت مين رأس من رؤوس المعتزلة، فسمعها سفيان الثوري فقال عليكم بدين العجائز. شوف المرأة دي رديها من العوام. ويعني فمسألة انه المقلد اللي هو زي ما قال الأستاذ محمد انه هو بيمشي كده من غير دليل اصلا لا اجمالي ولا تفصيلي، هذا يمكن يكون في مين؟ في واحد مثلا متخلف عقليا، او واحد ابله، او واحد بليد خالص. فالصورة دي ولذلك لم يأتي في كتاب الله تعالى كلام في الموضوع ده ولا في السنة أصلا، ده كله ده نظر عقلي، مباحث عقلية. فلو كانت المسألة دي ترتب عليها كفر أو إيمان ما كانش أهملت أصلا في الشريعة أو في الدين، لا وجود لها إلا في كتب المتكلمين. هل لها في الأحاديث قسم الناس المؤمن والناجي عن معرفة عن كذا؟ صحيح أمرنا الله تعالى بالحث على النظر، لقد قد يكون هذا لمن عنده الأهلية ولمن يعرف كده. والإيمان هو اعتقاد جازم مطابق وهو حاصل عند المقلد، وجمهور العلماء على غير ما قاله أو ما ذهب إليه السنوسي، والسنوسي في قول إنه رجع، وعندك الشواهد كثيرة وكلام الجوهرة واضح جدا. وقلنا النظر إما أنه يكون مستحب أو حتى لو قلنا بوجوبه بوجوب فرعي، يعني معناها يأثم على تركه إن كان عنده الإيه الأهلية. وكلمة إن كان عنده الأهلية ليس كل واحد عنده الأهلية، ده فيه إنسان لو أنك حركته
عقيدته لا شك. يعني لو قلت له انظر وابحث في الادله كانك بتقول له اكفر. معناها كده فسيبه على ايه؟ على ما هو عليه. الجماعه كده ليس كل واحد مامور بالنظر. وفي كلام المعتزله انا هجيبه لك بنصه كده بفصل ونصه انه بيقولوا مش كل الناس مخاطبين به. ده اللي عندهم يعني اهليه او عندهم يعني عشان ايه زي ما تقول فرض كفايه عشان لو احد شبه نرد بها على الملحدين او على المشككين. وليس كل واحد يجب عليه الاشتغال به بهذا العلم. والامام الغزالي قال كده في الاقتصاد، قال في ناس الاولى لهم او المهم او الواجب في حقهم تركه لانه حتزحزح ايه اخي عقيدته. ولو نظر في شبهة لا يستطيع الخروج منها. فده سيبه في حاله، اعمل معروف، ما تتكلمش معاه. ده فمسألة التقليد مسألة محيرة. واظن يعني لو رجعنا، ولسه كنت فاكرين في شرح الامير في حاشية الامير في عبد السلام في الـ في الـ الهامش، في الهامش اللي هو الكتاب شرح الجوهر نفسه مش الحاشية، بيقول العوام عارفون مؤمنون لا مقلدون. نفس النص كده ما يعترض يا اخي. فان شاء الله يعني نصل فيها. وفي كلام حتجد كلام السنوسي برضه في الاخر هيهتز، مش هيبقى هو على وتيره واحده. مين؟ ولو مع الجمهور خلاص يبقى هينسف اللي قاله كله. لو مش مع الجمهور يعني كلام كله دليل وجوب اعيان هيجيك. ما هو جاي كلامه لسه يقول لك وجوب اعيان على الفرض على كل واحد. فما فيش تفصيل، ما فيش اجمال. والله اعلم. غفر الله للجميع. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورب العهد في رافق. اللهم صل افضل صلاه وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ووصل عنه في غافلون. اللهم صل على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.